وانا عندي سؤال يا جماعه، بالنسبه لكورس لينير الجبرا بتاع تانية، انتوا اخدتوا اللي هي ايجن فاليو بروبلمز؟ فيري جود، يبقى كده الدسكشن النهارده تبقى الى حد كبير سهله. يعني انا زي ما قلت المره اللي فاتت هنكمل كلام على ديراك ايكويشنز او ديراك ماتريسيز زي ما ارفكن عملها، وبعد كده هتكلم على ابروتش تاني مش موجود في ارفكن بس هتشوفه بعد كده في الريلاتيفست كوانتم ميكانكس. يعني احنا المره اللي فاتت وصلنا ان احنا عايزين ناخد المعادله ديت اللي هي اي بتساوي سكوير روت سي سكوير بي سكوير بلس ام سكوير سي تو ذا باور 4 ور ام اللي هي الريست ماس بتاع البارتكل، سوري اللي هي الانترنسيك ماس بتاع البارتكل او الريست ماس يعني، والاي هي الانرجي، والتاسك بتاعتنا ان احنا نجيت ريد اوف ذا سكوير روت بحيث ان احنا نحصل على لينير ريليشن ما بين الاي والبي، لانك انت اتيرند اوت انك انت في كوانتم ميكانكس الاي بتبدلها بوفاريتور اللي هو اي اتش بار بارشال بارشال تي، واتس بيتر انك انت المعادله بتاعتك تبقى فيرست اوردر ان تايم، فانت عايز 1 باور اوف اي، تمام؟ لاسباب هتشوفها كمان شويه. فاللي احنا عملناه المره اللي فاتت احنا ربعنا الطرفين، كتبنا الكلام ده كده سي سكوير بي سكوير بلس ام سكوير سي تو ذا باور 4، وبعد كده اللي عمله ارفكن قال لك ماشي انا ممكن انا هضرب طرفي المعادله ديت في ال 2 باي 2 ايدنتي ماتريكس، فيبقى عندك معادله بالمنظر ده 2 باي 2 ايدنتي ماتريكس مضروبه في رقم او في اوبريتور اللي هو الاي سكوير ده بتساوي سي سكوير بي سكوير مضروبه في ال 2 باي 2 ايدنتي ماتريكس بلس ام سكوير سي تو ذا باور 4 مضروبه في ال 2 باي 2 ايدنتي ماتريكس. وبعد كده بقى الاوبزرفيشن اللي هي كانت ساعدتنا كتير جدا انك انت الكميه ديت احنا متفقين قبل كده ان الـ البي سكوير تايمز 2 باي 2 ايدنتي اثبتنا بكذا طريقه ان ده ما هو الا السيجما دوت البي الكل سكوير، اوكي؟ والكميه ديت هي بيزيكلي هي عباره عن سم اي جي سيجما اي سيجما جي بي اي بي جي، صح كده؟ لما اضرب التو براكتس دول في بعض اللي هي برضو بتساوي الكلام ده سيجما 1 بي 1 بلس سيجما 2 بي 2 بلس سيجما 3 بي 3 مضروبه في نفسها يعني، تمام؟ فلما بتعمل البرودكتس ديت بمليون طريقه هتوصل ان فعلا ده سكوير هو بي سكوير تايمز 2 باي 2 ايدنتي ماتريكس. فاول حاجه هنعملها ان احنا هنريبليس الترم ده بالترم ده، فيبقى في عندك معادله بالمنظر ده 2 باي 2 ايدنتي ماتريكس مضروبه في الاي سكوير بتساوي سي سكوير تمام، وبعد كده سيجما دوت بي كل سكوير بلس ام سكوير سي تو ذا باور 4، مظبوط كده؟ اللي احنا ممكن نعملها كده طبعا ممكن نعمل ايه؟ اللي احنا طبعا هي ديت كانت بتساوي كده، فممكن نودي الناحيه دي الناحيه الثانيه ونخلي ده بيساوي ام سي سكوير، مظبوط كده؟ تمام؟ واللي عملناه المره اللي فاتت بقى ان احنا فاكتورايزد الرايت هاند سايد، لان انا عايز زي ما قلت لك انا عايز اوصل لمعادله الاي بتظهر فيها بسنجل باور، صح؟ فاول حاجه انك انت ممكن تفاكتورايز البراكت ده، خلي بالك ده 2 باي 2 ماتريكس وده 2 باي 2 ماتريسيز اللي هي عباره عن سيجما 1 بي 1 سيجما 2 بلس بي 2 يعني، فده اكشلي ده كذا ترم، فانت ممكن تفاكتورايز البراكت بالمنظر ده، يبقى في عندك اي 2 تايمز اي ماينس سي سيجما دوت بي، ده كله ده سكوير براكت مضروب في اي 2 تايمز اي بلس سي سيجما دوت البي، مظبوط يا جماعه؟ ده كله بيساوي ام سكوير سي هي اكشلي سي تو ذا باور 4 يعني، صح كده؟ ام سكوير سي تو ذا باور 4 لما ربعت الطرفين، صح؟ طبعا اتس فيري ايزي انك انت تشوف ان لما تضرب ده في ده هتجد ده، لانك انت ده وده بيكميوتوا مع بعض، فانت لما تضرب ده في ده هيجي لك الترم ده، لما تضرب ده في ده هيجي لك الترم ده. الكروس ترم هي عباره عن ده في ده ماينس ده في ده، بس ده بزيرو لان الاي بتكميوت مع اي حاجه. اوكي؟ طبعا دلوقتي عندي 2 باي 2 ماتريكس ماينس 2 باي 2 ماتريكس مضروبه في 2 باي 2 ماتريكس بلس 2 باي 2 ماتريكس، ذيس از ان اوبريتور ايكويشن مش هيبقى ليها اي معنى بعد كده في كوانتم ميكانكس غير لما تبروموت الاوبريتور ايكويشن ديت لسم ديفرنشال ايكويشن بانك انت تاكت على سم فانكشن، صح كده؟ فدلوقتي بقى احنا كتبنا المعادله دي المره اللي فاتت بالمنظر ده، ان انا اخدت هنا انا بس زنقت نفسي في الحته دي، ان انا اكتب بقى على سم فانكشن ده كله طبعا بيساوي ام سكوير سي تو ذا باور 4 تايمز الفانكشن دي، صح؟ والفانكشن دي لازم تبقى عايشه في نفس السبيس اللي بياكت عليه الاوبريتورز دول، صح كده؟ الاوبريتور ده دلوقتي ايه؟ عباره عن 2 باي 2 ماتريكس اوبريتور، صح؟ لانك انت لو بصيت على الحته دي مثلا الترم ده مثلا لو انت فكيته هيديك ايه؟ هيديك حاجه زي كده اي
وبعد كده زيرو وبعد كده زيرو وبعد كده اي صح. ليتر اون بقى لما نيجي نكوانتايز السيستم احنا هنبروموت الاي ده لسام ديفرنشال اوبريتور اللي هو اي اتش بار بارشال بارشال تي. دي الريسيبي بتاعت الكوانتايزيشن اتس ان اكزيوماتيك. ليه؟ لانها بتنجح تديك اكسبيرمنتال ديك داتا او ديك ريزلت تتفق مع التجربه. فانا بعد شويه هريبليس الاي ديت باي اتش بار بارشال باي بارشال تي صح. فانت بقى في عندك مش اي لينير اوبريتور، لا ده لينير اوبريتور وهو في نفس الوقت موجود جوه ماتريكس صح. فانت الناتشرال اكشن بتاع 2 باي 2 ماتريكس ديت اللي جواها لينير اوبريتورز هي على 2 كومبوننت كولمز صح كده، لانك انت 2 باي 2 ماتريكس هي بتاكت على 2 كومبوننت كولم، لازم يكون فيكتور عايش في نفس السبيس اللي متعرف عليه الاوبريتور. انت في كوانتم ميكانكس شفت حاجه زي كده اي بتساوي بي سكوير على 2 ام، لما بتعمل كوانتايزيشن يبقى عندك كده اي اتش بار بارشال بارشال تي بتساوي ماينس اتش بار سكوير على 2 ام نابلا سكوير، بس ده 1 باي 1 ماتريكس، ده مجرد اي اتش بار بارشال تي. فانت بتاكت على فانكشن بس الفانكشن ديت هي 1 1 فانكشن يعني سنجل كومبوننت فانكشن. الحاله ديت بس جنرال عندك انك انت الاوبريتور نفسه بقى ما بقاش مجرد 1 باي 1 ماتريكس زي الكيس ديت، لا ده بقى 2 باي 2 ماتريكس. فالطبيعي انها هتاكت على فانكشن فيها 2 كومبوننتس اللي هي الابساي ديت. فانت الابساي دي هي عباره عن ابساي 1 مع ابساي 2 تمام. لما كتبنا كده بقت المعادله ببساطه جدا، ده تايمز ده بياكت على الفانكشنز ديت. فانت المره اللي فاتت بقى احنا قلنا ايه، انا بس هكتب المعادله تاني هنا بطريقه، ادي اي 2 وادي الاي ماينس سي سيجما دوت البي وبعد كده اي 2 وبعد كده الاي بلس سي سيجما دوت البي، ده كله بياكت على ابساي 1 ابساي 2 سوري ده كله بيأكت على 2 component function أنا مسميها إبساي بيساوي M square C to the power 4 times إبساي. مظبوط كده؟ يعني هو الكتاب مسمي ديت إبساي 1 صح كده؟ فأنا هسميها إبساي 1 إبساي 1 where it's understood إن إبساي 1 ديت هي عبارة عن 2 component columns الانتريز بتاعتها ممكن نسميها بقى ممكن تسميها فاي 1 وفاي 2 مثلا. أوكي؟ دلوقتي بقى التريك هي ايه، انك انت اكشلي لو انت بصيت على الاوبريتور ده لوحده انت عندك 2 باي 2 ماتريكس 2 باي 2 ماتريكس بتاكت على 2 كومبوننت كولوم فهيديك يت انذر 2 كومبوننت كولوم صح، لانك انت بيزيكلي البراكت ده عباره عن ايه، عباره عن حاجه زي كده اي 0 0 اي بلس بلس ده صح كده. حد يا جماعه يقدر يقول لي ده عباره عن ايه؟ يقدر مثلا يقول لي الترم ده عباره عن ايه؟ ثلاثة ماتريسيز، أول واحدة فيهم مثلا هتبقى سي، بص الترم ده عبارة عن سي سيجما 1 تايمز بي 1 اللي هو البي اكس صح؟ بعد كده بلس سيجما 2 بي 2 بلس سيجما 3 بي 3 تمام؟ ليتس اسيوم بس فور سمبلستي دلوقتي عشان بس أوضح المعادلة دي أكتر، ليتس اسيوم إن البارتيكل بيتحرك في الاكس دايركشن يعني مالوش بي 2 بي 3 تمام؟ فليتس دروب الترم ده والترم ده عشان بس أكتب الترم الباقي أسرع يعني. فهتلاقي إنك أنت الترم ده عبارة عن إيه بقى؟ سي سيجما 1 تايمز بي، ذاتس ا ويل ديفايند اوبريشن، انك تضرب رقم في ماتريكس او حتى اوبريتور في ماتريكس، فبتضرب بس الرقم ده في كل الماتريكس اليمنتس. حد يقدر يمليني يا جماعه بقى الماتريكس هنا هتبقى عباره عن ايه؟ ها؟ اللي هي ديت؟ انا هفكرك بس بالسيجما 1، السيجما 1 عباره عن كده 0 1 1 0 صح؟ فانت بس مجرد تحط السي بي 1 على الانتريز ديت، فيبقى لك هنا 0 وهنا ايه بقى؟ سي بي 1 وهنا سي بي 1 وبعد كده هنا 0 صح كده؟ ده السكوير براكت اللي هو ده، انا بس هقفل السكوير براكت اهو. بص لو انت عايز تكيب بقى السيجما 2 بي 2 نفس القصه، هتلاقي برضو الترم الثاني عباره عن سي بي 2 مضروبه في ماينس اي، وهنا سي بي 2 مضروبه في اي، ده السيجما 2 اند سو اون، بس انا بس ليتس دروب ده وده عشان بس فور سمبلستي يعني تمام؟ البراكت ده بياكت على التو كومبوننتس دول اللي هي الابساي 1 اللي هي عباره عن فاي 1 فاي 2 صح؟ طبعا انت ممكن تجمع الاثنين دول مع بعض، يعني انت دلوقتي ال 2 باي 2 ماتريكس بلس 2 باي 2 ماتريكس هي انذر 2 باي 2 ماتريكس هي عباره عن كده اي وبعد كده سي بي 1 وبعد كده سي بي 1 وبعد كده اي، كل الكلام ده هياكت على فاي 1 فاي 2 صح كده؟ فهيديني حاجه، الحاجه ديت انا متاكد انها 2 كومبوننت كولوم فيكتور برضه صح؟ اكشلي الانترز بتاعته انا اقدر اجيبها بالتفصيل، الانترز بتاعته هي عباره عن ده في ده صح كده وبعد كده ده في ده، فيديني سام 2 باي 2 كومبوننت فيكتور، انا هسمي ال 2 باي 2 كومبوننت فيكتور ده اسميه ابساي 2 بس كده. مظبوط كده يا جماعه؟ يبقى دي اول معادله هقول عليها او كتبتها المره اللي فاتت،
ان ده على ده هيديني معادله. يعني انت الاي 2 تايمز الاي بلس سي سيجما دوت البي ده لما ياكت على ابساي 1 هيديني، المفروض اسميها ابساي 2 بس انت فور سمبليسيتي بس عشان في شويه فاكتورز اتكنسل ويبقى المعادله شكلها احسن سميها ام سي سكوير ابساي 2 تمام، لانك انت لسه ما اعرفش ايه ابساي 2 فانا ممكن ابزورب ام سي سكوير في الديفينيشن بتاعها يعني اقسم عليها واضرب فيها يعني. فده كده بيساوي ام سي سكوير تايمز انذر 2 باي 2 انذر 2 كومبوننت كولوم فيكتور سميناه ابساي 2. ادي المعادله ديت صح كده معايا يا جماعه ولا انا يبقى انا دلوقتي اقدر ريبليس الترم ده كله بايه بقى؟ بام سي سكوير ابساي 2. فلما تريبليس الترم ده كله بام سي سكوير ابساي 2 وتكنسل ام سي سكوير مع ام سي سكوير من هنا المعادله بقى الاوريجينال تبقى كده اي 2 تايمز الاي ماينس سي سيجما دوت البي تايمز ايه بقى؟ تايمز ده بس ده احنا قلنا مسمينه ام سي سكوير ابساي 2 يبقى ده تايمز ام سي سكوير ابساي 2 بيساوي ام سكوير سي تو ذا باور 4 ابساي 1 مظبوط كده يا جماعه؟ يبقى ده تايمز ام سي سكوير ابساي 2 ده بيساوي ام سكوير سي تو ذا باور 4 ابساي 1 صح كده؟ هكنسل بس الام سي سكوير ديت من الطرفين يبقى ديت عندي بس مجرد ابساي 2 وديت بقت ام سي سكوير ابساي 1 فدي معادله رقم 1 ودي معادله رقم 2. انا بس ما عملتش حاجه، انا عمال اسمي الحاجات باسامي. اوكي دلوقتي بقى احنا عايزين نبص على الكابلد سيستم اوف ايكويشنز ده، خلي بالك ذس از ا كابلد سيستم ان تيرمز اوف ابساي 1 وابساي 2 لانك انت الايكويشن الاولانيه ديت ما هياش ايكويشن فور جاست ابساي 1 اور ابساي 2، ده معادله الطرف الشمال بياكت على ابساي 1 يديك حاجه في ابساي 2، الطرف اليمين ياكت على ابساي 2 يديك حاجه في ابساي 1. اوكي معايا يا جماعه؟ انت بص انت ممكن يعني كمجرد تبسيط ليك تخيل المعادلتين دول، تخيل انك انت عندك معادله بالمنظر ده سم linear equations a times times مثلا وليكن x بتساوي sum constant times y صح كده، ومعادله ثانيه هي عباره عن b times y بتساوي نفس الكونستانت تايمز اكس صح كده؟ انا بس بميمك التو ايكويشنز دول والكونستانت سي ده اللي هو الرايت هاند سايد ام سي سكوير ديت اللي هي متفقه في الناحيتين والاكس هي الابساي 1 والواي هي الابساي 2 صح كده؟ والاي والبي هو الحاجات المعقده دي كلها يعني صح كده؟ مظبوط؟ This is a coupled system of equations. انا ممكن actually اكتبه ك one equation بس البرايس اللي هدفعه ان انا يبقى عندي 2 باي 2 ماتريكس. حد شايف ازاي؟ ها؟ انا ممكن اول حاجه اعرف فيكتور جديد بقى اسميه بيج اكس كده الانتريز بتاعته هي عباره عن سوري اعرف فيكتور جديد اسميه بيج ابساي الانتريز بتاعته هي عباره عن اكس وواي صح كده؟ ان ترمز اوف ذيس بيج ابساي الكابلد سيستم ده اللي هو عباره عن معادلتين ممكن تكتبه ازاي بقى؟ ها؟ انت مش صعب انت بس محتاج تقرا 2 باي 2 ماتريكس اللي هتاكت على ده وتديك التو ايكويشنز دول يعني انت بس مجرد عايز تنكود التو ايكويشنز فانت لو فكرت سنه بسيطه هتلاقي انك انت ممكن تكتب ده كده اكس واي ده طبعا بيساوي c تايمز x y بس انت محتاج ماتريكس تسواب الاثنين دول مع بعض فانت لازم تبقى اوف دايجونال فانت تلاقي الماتريكس ديت اوف دايجونال والانترس ساعتها ايه بقى؟ 0 a صح كده لانك انت a x سوري انا اسف b صح؟ b وبعد كده a وبعد كده 0 صح؟ لو مش مصدقني تعالى ادي اهي 0 في x ب 0 b y بتساوي ايه بقى؟ بتساوي سي اكس لانك انت لو فكيت الليفت هاند سايد هيديك كده هيديك تو كومبوننت كولوم هو عباره عن ايه؟ بي واي صح كده؟ وده في ده يدينا ايه؟ يدينا اي اكس صح كده؟ ده بيساوي ايه؟ بيساوي سي اكس واي صح؟ بس دي ماتريكس ايكويشن فده يساوي ده وده يساوي ده فيو ريكفر ده يعني صح كده؟ يبقى انا وانس ان انا عندي كابلد سيستم اوف ايكويشنز بالمنظر ده انا ممكن اديكابلت ان انا هبروموت اللي هي ال1 كومبوننت ماتريسيز اللي هي اكس وواي هم نمبرز فهم 1 باي 1 ماتريسيز اسكويز ذم
في two component column vector اسمه إبساي. On this إبساي هعرف operator جديد ال entries بتاعته هي ال A وال B such that انك انت ال two equations دول هم actually one equation. انا بقى دلوقتي ممكن اكتب ال one equation ديت ببساطة جدا كده, ممكن اكتبك ممكن اسمي matrix ديت مثلا اسميها M. فالمعادلة دي ببساطة جدا كده M إبساي بتساوي C إبساي, صح كده؟ اللي هي typical eigenvalue problem للناس اللي هي درست فكرة eigenvalue problem بتاعتها يعني, صح؟ أنا رايح ناحية أنا formulate المسألة ديت ك eigenvalue problem, بس be careful إن ال A وال B دول هم نفسهم differential operators يعني, فبيخلي المسألة أصعب شوية, بس actually ممكن تحلها في cases كتير. okay؟ فده اللي عمله ديراك أو اللي عمله أرفكن يعني. لكن انت انا هعمل نفس التركه ان انا هبروموت الابساي 1 وابساي 2 من 2 كومبوننت كولوم و2 كومبوننت كولوم ل 4 كومبوننت كولوم. على ال 4 كومبوننت كولوم ده السيستم ده ممكن تكتبه ك 4 باي 4 ماتريكس على 4 كومبوننت كولوم يساوي نمبر تايمز 4 كومبوننت, نفس الكلام ده بالظبط. اوكي لو قارنت الاي والبي وفكرت سنه بسيطه جدا هتلاقي انك انت الكلام ده كله بيبويل داون ان ال 2 ايكويشنز دول ممكن تكتبهم بالشكل ده. ممكن تكتب بقى هتعرف بقى هتعرف ابساي جديده. بص طبعا الكتاب عمل مجرد تشينج اوف فاريبل ملوش اي ستيل لازمه على فكره, ممكن تكيب الابساي 1 والابساي 2, بس هو الستاندرد بيزز او الستاندرد كونفنشن انك انت تعرف ابسايات جديده اللي احنا قلنا عليهم المره اللي فاتت اللي هم كانوا ابساي اي ابساي اي بتساوي ابساي 1 بلس ابساي 2 وإبساي بي بتساوي إبساي 1 ماينس إبساي 2. أو ممكن تجيب الإبساي 1 والإبساي 2 بدلات إبساي إيه وإبساي بي. يعني هي طبعا مش واضح ليه أنا عملت كده, يعني ليه أنا رحت بدل إبساي 1 وإبساي 2 رحت عامل change of variable لبيزيس تانية هي إبساي إيه وإبساي بي. خطوة very legitimate لأنك أنت ممكن تقادل الحاجات وتجمع وتطرحها من بعض مش أي مشكلة. هي الفكرة كلها أنك أنت لما هتعمل كده هيخلي الـ 4 by 4 matrix اللي هتطلع ديت ستاندرد معروفة يعني, لأنك أنت إحنا بعد شوية لأنك أنت في different choices للمتريسيز اللي هتطلع ديت, فهي النوتيشن او الكونفنشن انك انت تعمل الكومباينيشنز دي يعني مظبوط كده. فاحنا هنشتغل نترمز اوبساي اوبساي بي اللي هي مجرد بس تجمع المعادلتين وتطرحهم من بعض, وبعد كده تقرا ال 4 باي 4 ماتريكس ايكويشن تطلع لك كده. ودي طبعا ارف كان عاملها بالتفصيل, يطلع لك معادله بالمنظر ده. اول ترم هو عباره عن اي 2 باي 2 ماتريكس 0 0 ماينس اي 2 باي 2 ماتريكس, ادي اول جزء في ال 4 by 4 matrix equation دي. وبعد كده 0 c sigma dot p, وبعد كده minus c sigma dot p, وبعد كده 0. الكلام ده كله هيأكت على مين بقى؟ هيأكت على إبساي A وإبساي B يساوي m c square وبعد كده إبساي A إبساي B. تمام؟ 4 by 4 matrix لانها هي فعلا 4 by 4 matrix لانها عباره عن 2 by 2 block 2 by 2 block 2 by 2 block 2 by 2 block minus another 4 by 4 matrix. ممكن تكتبها على فكره وهنكتب الاكسبليسيت فورم ليها دلوقتي, بتاكت على 4 component column لانك انت الابساي ايه ديت 2 component column وانذر 2 component column. فانت ممكن بقى تعرف another 4 component column كده ابساي ايه ابساي بي وتسمي ال 4 by 4 matrix ديت كاليجرافيك دي فور ديراك يعني, فتلاقي ساعتها المتر الايكويشن ديت ما هي الا كده. تمام الدي هي عباره عن ده ماينس ده, ذاتس اور نيو ديفرنشال اوبريتور اللي بي ريبليس شرودنجر هاملتونيان اللي هو ماينس اتش بار سكوير على 2 ام نابلا سكوير. في السبيشال ريلاتيفيتي لازم فعلا تتعامل مع الكائن ده. دلوقتي بقى ذس دي از ا 4 باي 4 ماتريكس, بس الانتريز بتاعتها عباره عن الاي اللي هي في كوانتم ميكانكس اي اتش بار بارشال بارشال تي. وهنا هتلاقي انك انت سي سيجما 1 تايمز بي 1, بس البي 1 في كوانتم ميكانكس هو ماينس اي اتش بار بارشال باي بارشال اكس, وكذلك البي 2 والبي 3 يعني مظبوط كده. فبقى تعالى تعالى بقى نتكلم اكتر عن الماتريسيز دول ونكتب المعادله اكسبليسيتلي فور سمبل كيس. مثلا تتوقع ايه هي ابسط كيس للمعادله ديت؟ ايه ابسط كيس ممكن احل فيها لك؟ طبعا انا بتكلم على في بارتكل, ذاتس واي ذير از نو بوتنشال يعني. انا بادي اصلا بالانرجي مومنتم ريليشن من الاول ان اي بتساوي سكوير روت سي سكوير بي سكوير بلس ام سكوير سي تو باور 4 بيريود, فده فري بارتكل صح. فانا بتكلم على فري ديراك بارتكل. تمام على فكره اسمها ديراك ايكويشن, وهو ديراك كان بيعملها عشان يكتب ريلاتيفستيك ايكويشن فور ذا الكترون. في الفتره ديت كان الناس
الاليمنتري بارتكلز كانت معروفه او سوري الهاي انرجي بارتكلز كانت معروفه ساعتها، كانت عباره عن الالكترون والبروتون والنيوترون بس، ما كانش حد يعرف اي حاجه ثانيه. الكلام ده كان سنه 1900 في اواخر العشرينات يعني بتاعت القرن العشرين 1929 تقريبا او 28 يعني. فديراك هو كان التاسك بتاعته ان انا عايز اكتب ريلاتيفستيك ايكويشن فور ذا الكترون، تمام؟ لانك ليه الالكترون؟ لان هو الهيدروجين اتوم مثلا الداينامكس ساعتها هي جايه من الالكترون، تمام؟ فالراجل راح كاتب الايكويشن ديت، والهوب بتاعه ان هو لما يحلها تديله ريزلتس بتتفق مع البروبرتيز بتاعه الالكترون، ان بارتيكولر ان الالكترون ده عباره عن بارتيكل ليه سبين هاف، يعني ممكن يبوينت اب اور داون. وكان ساعتها اتعملت تجربه ستيرن جيرلخ والناس لقوا ان السبين ده هو اكشلي 2 ديجريز اوف فريدم، انك انت لما تحط السبين في ماجنتيك فيلد بتحط بيم في ماجنتيك فيلد بيسبليت لتو كومبوننتس، تمام؟ فهو قال لك خلاص هو سبين هاف يعني، تمام؟ فهو الراجل عمل المعادله على امل ان هو يلاقي كوانتم ميكانيكال ويف فانكشن بت انكود تو كوانتم ميكانيكال ستيتس ات افري سبيس تايم بوينت، عند كل نقطه اكس وعند كل لحظه تي يبقى عندك سبين اب اور سبين داون، صح؟ ما هو انت في ريلاتيفستيك ثيوري، فانت لازم تقول ات افري سبيس تايم بوينت ايه هي الحاله بتاعه الالكترون. لو هو فري هو الداينامكس بتاعته كلها ما فيش فيها غير السبين، صح كده؟ هو بيتحرك في الاكس او في الواي في الزد بس، ده ما فيش فيه اي مشكله، ده مش هيختلف عن زمان. ممكن يتحرك في الاكس او الواي والزد كبلين ويف، كبلين ويف سوليوشن ديراك ايكويشن يعني. بس الفكره دلوقتي انك انت عايز تقول، عايز تخلي المعادله الساتش ذات ان السوليوشن بتاعها هيديك عند كل نقطه في السبيس والتايم تو كوانتم ستيتس، صح؟ فهو ممكن يكون بيتحرك باي مومنتم ما فيش فيه اي مشكله، بس فور اني مومنتم فاليو، بيتحرك مثلا بمومنتم بي، فور اني مومنتم فاليو لازم الديراك بارتكل ده يبقى اكشلي تو كوانتم ستيتس ات ذا سيم تايم، واحده سبين اب واحده سبين داون. هي التجربه قالت كده، التجربه بتاعت سيرن جارلخ قال لك الالكترون ده ما هواش سنجل كوانتم ستيت، هي اكشلي في انترنزك بروبرتي اسمها السبين، فاحنا بنحاول ناكوموديت السبين ده في الماثيماتيكال فورماليزم. فاول حاجه هتيجي في بالك انك انت بدل ما تتعامل مع سنجل كومبوننت ويف فانكشن زي هنا ابساي اللي هي بتساوي ماينس اتش بار سكوير على 2 ام نابلا سكوير ابساي اللي هي سنجل كومبوننت ويف فانكشن، فهي حاجه زي كده، فهي عند افري اكس ان تي بتقول لك الالكترون ليه 1 كوانتم ستيت، صح كده؟ اللي هو فري. انما دلوقتي بقى احنا عايزين عند افري اكس ان تي احنا عايزين الالكترون ده يبقى ليه 2 كوانتم ستيتس، واحده اب واحده داون، 2 اندبندنت ستيتس. فانت اول حاجه هتيجي في بالك انك انت تبروموت الابساي ديت لحاجه زي كده، وده اللي احنا عملناه على فكره، ده اللي كنا بنحاول نعمله. بس الحاجه الغريبه انك انت يو اندد اب لايكويشن فيها اكشلي ابساي فيها 4 كوانتم ستيتس، فاحنا عايزين بقى نعرف ايه الفيزيكال مينينج بتاعهم وهم بيريبريزنتوا ايه يعني. اوكي، يعني طبعا الفيزيكال مينينج بتاعهم هيبان اكتر ان ذا فيوتشر يعني. بس في البدايه تعالى بس نتكلم اكتر على البروبرتيز بتاعت الماتريسيز. على فكره اللي يهمنا في الكورس ده هي الماتريسيز ديت مش الفيزيكس بتاعتهم، الفيزيكس بتاعتهم هتبقى ليتر اون، بس اهم حاجه تعرف البروبرتيز بتاعت الماتريسيز دي مع بعض، ايه التريسز بتاعتها، ايه الكوميتيشن ريليشن بتاعتها بكام، الانتي كوميتيشنز بكام. لانك انت اتلت اوت ان معظم الكالكوليشنز في الهاي انرجي فيزيكس اللي بتنفولف الكترونز بتسكتر مع بعض مثلا او في الهيدروجين اتوم كلها انكودد في الماثيماتيكال بروبرتيز بتاعت الماتريسيز ديت يعني. فلو فهمت البروبرتيز ديت هتبقى سهله جدا تحسب الحاجات دي ان ذا فيوتشر يعني. اوكي، فانت لو بصيت على اول ماتريكس دي اكشلي كان رايت ذس ماتريكس اكسبليسيتلي ك 4 باي 4 ماتريكس، انا هسميها جاما زيرو. خلي بالك الماتريكس ديت عباره عن اي مضروبه في انذر 4 باي 4 ماتريكس، صح كده؟ انا ممكن اخرج الاي ديت بره، يعني ممكن اخرج الاي دي بره المعادله خالص، يبقى لي حاجه زي كده، صح كده؟ فانا هسمي الماتريكس ديت اسميها جاما زيرو، ده الهيستوريكال نيم بتاعها يعني، ده الاسم الموجود في كل الكتب. ديت عباره عن ايه؟ 2 باي 2 ماتريكس، 0 0 ماينس 2 باي 2 ماتريكس، صح كده؟ اللي هي اكشلي لو كتبتها ك 4 باي 4 ماتريكس تبقى عندك حاجه زي كده 1 0 0 0 وبعد كده 0 1 0 0 وبعد كده 0 0 1 0 ماينس 1، صح كده؟ ماينس 1 وبعد كده 0 0 0 ماينس 1. اوكي، دي اول ديراك ماتريكس بيسموها جاما 0. فيري جود. اللي هي اكشلي يو كان رايت ذس ماتريكس از ا دايركت برودكت اوف تو ماتريسيز. لو انت فكرت سنه بسيطه هتلاقي انك انت الجاما 0 ديت ما هي الا حد شايف يا جماعه ممكن نكتبها كايه؟ كدايركت برودكت بالظبط كده، هي عباره عن سيجما 3 دايركت برودكت مع 2 باي 2 ايدنتي ماتريكس. ريمبر ان السيجما 3 هي الثيرد باولي ماتريكس اللي هي 1 0 0 نيجاتيف 1. احنا قلنا لما بالدايركت برودكت تو ماتريسيز
بتحط الماتريكس الثانيه على كل الانتريز بتاعت الاولانيه، فعشان كده يديك 1 i minus i. انا المفروض احط ديت اسميها طبعا دي 2 باي 2 ايدنتيتي. فدي اول ديراك ماتريكس. تعال بقى نبص، تعال بقى نشوف الترم ده. الترم ده انفاكت اللي هو عباره عن كده 0 سي سيجما دوت بي ماينس سي سيجما دوت بي 0. هو اكشلي هو ثلاثة ترمز صح كده، هو عباره عن انا ممكن اخد السي اوفرول بره، هي مضروبه في كل الترمات، ففي عندك حاجه زي كده سي وبعد كده 0 وبعد كده ايه بقى سيجما 1 تايمز بي 1 سيجما 1 بي 1 ماينس سيجما 1 بي 1 0. كل ده مجموع على برضو 0 وبعد كده سي 2 سوري سيجما 2 تايمز بي 2 وبعد كده ماينس سيجما 2 بي 2 وبعد كده 0 بعد كده كل ده مجموع على 0 وبعد كده سيجما 3 بي 3 ماينس سيجما 3 بي 3 تايمز 0. ده اللي انا كان قصدي بيه بالترم ده يعني، مظبوط كده. تعالى بقى ناخد تيبيكال ماتريكس من دول. طبعا انا هنا ممكن اخرج البي 1 ده بره صح، يبقى هنا عندك البي 1 ده وهنا برضو اخرجه من هنا ومن هنا برضو اخرج البي 2، فتبقى في عندك المعادله كده ادي البي 2 اهو وبعد كده ده امسح البي 2 من هنا لانك انت يعني ده تايمز ده، انت بيزك تضرب البي 2 في الماتريكس اليمنتس يعني، وبعد كده نفس القصه في البي 3 وهنا برضو امسح البي 3 اوكي. فدلوقتي بقى عندنا بص عندنا الجاما 0 اللي هي ديت اللي هي بتضرب في الاي وعندك 3 اذر ماتريسز ديت بتضرب في البي 1 وديت بتضرب في البي 2 وديت بتضرب في البي 3 مظبوط كده. تعالى بقى مثلا نشوف الماتريكس ديت اكسبليسيتلي ك 4 باي 4 ماتريكس تطلع بكام. طبعا ذاتس فيري سمبل، انت بس مجرد هتستيك اللي هي السيجما 1 هنا والماينس سيجما 1 هنا تمام. اسيب ديت، هتلاقي مثلا الماتريكس ديت تفتكر هنسميها ايه يعني؟ لو سمينا دي جاما 0 هنسمي ديت ايه؟ جاما 1 صح كده؟ دي بصراحه خطوه يعني جباره في الموضوع ده، انك انت فعلا تستخدم جود نوتيشن يعني. فانت الجاما 1 ديت اللي هي عباره عن 0 سيجما 1 ماينس سيجما 1 0 اللي هي لو كتبتها بقى ك 4 باي 4 ماتريكس هتبقى عباره عن كده 0 وبعد كده 0 وبعد كده سيجما 1، فانت بتتكلم 0 1 وبعد كده 0 0 1 0 وبعد كده 0 نيجاتيف 1 0 0 وبعد كده نيجاتيف 1 0 0 0 صح كده؟ ديت اللي هي الجاما 1. لو انت اخذت الجاما 2 هي عباره عن 0 سيجما 2 ماينس سيجما 2 0 نفس القصه بس هتبقى ماينس اي 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 ماينس اي صح كده؟ فانت الجاما اي بقى هتبقى عباره عن كده 0 0 ايه بقى؟ سيجما اي ماينس سيجما اي 0 وير الاي ديت بتاخد كام بقى؟ 1 و2 و3 صح كده؟ بدل ما اكتبهم كل مره يعني تمام؟ فدلوقتي بقى ديراك لما عمل التريكه ديت اكتشف انك انت تولينيرايز الايكويشن على الاي. خلي بالك في ال 4 باي 4 ماتريكس ايجن فاليو بروبلم ديت الاي فعلا لينير صح؟ انك انت دلوقتي على فكره انت ممكن تكتب الاربعه كابلد ايكويشنز صح كده؟ هتلاقي ان الاي دايما لينير مفيش اي higher powers of E صح؟ فتعالى بقى نكتب الكلام ده فعلا، تعالى نكتب Dirac equation explicitly for a free particle اوكي؟ بس انا برضو طبعا عشان اعمل الكلام ده لازم اخد الثلاث ترمات دول انتو اكاونت، مفيش فيه اي مشكله، انا مجرد هجمع ده اللي هي C1 P1 على سي 2 بي 2 سوري على سيجما 2 بي 2 الكلام ده كله مفيش فيه اي مشكله، بس انا هريستريكت لفري بارتكل بيتحرك في الاكس دايركشن عشان بس اكنسل البي 2 والبي 3 فتبقى المساله اسهل يعني صح كده. فساعتها ديراك ايكويشن هتبقى ايه بقى؟ هتبقى عباره عن كده ادي الاي اهي تايمز ايه بقى؟ تايمز الجاما 0، ما احنا سميناها جاما 0 صح كده؟ احنا سمينا الماتريكس دي جاما 0 اللي هي ديت صح، فانا اكتبها كده اي تايمز جاما 0. اكشلي تعالى نكتب الايكويشن الاول بدلات الجامات مظبوط كده، وبعد كده ماينس ماينس ايه بقى يا جماعه؟ ماينس سي وبعد كده ايه؟ بي 1 تايمز ايه؟ جاما 1 بالظبط كده. اكشلي ممكن تاخد السي ديت بره ككومن فاكتور ويبقى لك هنا ايه بقى؟ بي 2 جاما 2 بلس بي 3 جاما 3. كل الكلام ده بياكت على الفور كومبوننت كولوم ده يديني ام سي سكوير تايمز الفور كومبوننت كولوم مظبوط كده؟
والجاما 1 هي الماتريكس ديت، الجاما 2 هي الماتريكس ديت اند سو اون. مظبوط كده؟ فيري جود. دلوقتي بقى على فكره ذس ايكويشن از ات ستاندز كده ممكن تحلها، لها اكزاكت سوليوشن لانه فري بارتكل يعني. بس احنا بقى هنسهل على نفسنا في ايه؟ ان احنا وي ويل اسيوم ان البارتكل ده من البدايه بيتحرك في الاكس دايركشن، ده بارتكل فري فهو دايما بيتحرك في ستريت لاين، فانا اورينت الكوردينيت سيستم بتاعي من البدايه ان الستريت لاين ده يبقى هو الاكس دايركشن. يعني انا اقدر دايما اعمل كده باي روتيشن او باختيار الفريم بتاعي من البدايه يعني. تمام؟ وطبعا الروتيشن هو ليجيتيميت لورنز اوبريشن يعني، فايتس اوكي مش هيغير اي حاجه. فهتلاقي ان المعادله ساعتها بقى عامله كده اي وبعد كده جاما 0 ماينس، خلاص ده بقى بزيرو لان البي 2 بزيرو والبي 3 بزيرو، فيبقى في عندك ماينس سي وبعد كده بي 1 تايمز جاما 1، ده كله بياكت على ابساي بيساوي ام سي سكوير تايمز ابساي. مظبوط كده؟ تعالى بقى نرجع تاني ونكتب الايكويشن ديت ك 4 باي 4 ماتريكس ايكويشن. هتعوض بقى عن الجاما 0 والجاما 1 صح كده؟ فيبقى في عندك ايه بقى؟ ادي الجزء ده هو عباره عن ايه بقى؟ عباره عن اي تضربها في الجاما 0 اللي هي ده صح كده؟ ففي هنا عندك ايه بقى؟ اي 0 0 0 وبعد كده 0 اي وبعد كده 0 0 وبعد كده 0 0 ماينس اي 0 وبعد كده 0 0 0 نيجاتيف اي صح كده؟ ده الترم ده. وبعد كده يبقى في عندك الترم ده يبقى كده ماينس وبعد كده انذر 4 باي 4 ماتريكس، الانتريز بتاعتها هي عباره عن سي بي 1 مضروبه في الراجل ده صح؟ ففي عندك ايه بقى؟ 0 0 0 سي بي 1 وبعد كده 0 0 0 انذر سوري سي بي 1 0 وبعد كده 0 نيجاتيف سي بي 1 0 0 وبعد كده نيجاتيف سي بي 1 0 0 0. الاثنين دول مع بعض كده بياكتوا على ايه بقى؟ بياكتوا على 4 كومبوننت كولوم ابساي اللي انا ما اعرفوش. خلي بالك انا بدور على الابساي، ما هو ده الويف فانكشن بدور عليه، بس انا عارف انها 4 كومبوننت فانا اكتبها كده، اكتبها فاي 1 مثلا فاي 2، وانا المفروض استخدم ابساي 1 ابساي 2 ابساي 3 ابساي 4 بس انا مش عايز استخدم ابساي 1 لان كنت مستخدم ابساي 1 من شويه يعني، فاسميها فاي 1 فاي 2 فاي 3 فاي 4. ده كله بيساوي ايه بقى؟ بيساوي ام سي سكوير وبعد كده فاي 1 فاي 2 فاي 3 فاي 4. بس كده دلوقتي بقى كل اللي محتاج تعمله انك تضرب تضرب الليفت هاند سايد في ده فيديك 4 كومبوننت كولوم تي ايكويت الايكوال كوفيشنتس يعني الاولاني هنا مع الاولاني هنا. فتعال بقى نعمل ده فعلا. اوكي يعني احنا طبعا ممكن نجمع التو ماتريكسز دول على بعض يديك انذر 4 باي 4 ماتريكس تضربها في 4 كومبوننت كولوم، اوبريشن سهله جدا. تعال بقى نبقى اذكى مش اذكى يعني اسرع ونعمل الاثنين سيمالتينيوسلي يعني صح. لما تضرب الماتريكس الماتريكس ديت في ده اللي هيسرفايف ايه؟ هيبقى في عندك اي تايمز فاي 1 والباقيين صفار يعني صح كده؟ تمام. يس يس. ومن هنا هيديك ايه بقى؟ سي بي 1 مضروب في فاي 4 صح؟ صح. فانت اول انتري في الكولوم اللي على الشمال هيبقى عباره عن ايه بقى؟ اي تايمز فاي 1 هيجي لما تضرب ده في ده صح؟ فاللي هيسرفايف بس ديت مع فاي 1، انما ده هتطرحه من ايه بقى؟ من سي بي 1 اللي هو هيكونكت مع فاي 4، فده يبقى ماينس سي بي 1 تايمز الفاي 4. مظبوط كده يا جماعه؟ ده اول انتري. طبعا الرايت هاند سايد مفيش فيه اي مشكله، ام سي سكوير وبعد كده عندك فاي 1 فاي 2 فاي 3 فاي 4. تمام كده؟ الماتريكس اليمنت الثاني او الانتري الثاني هتضرب الاي هتكونكت مع الفاي 2 صح؟ يبقى هنا عندك اي فاي 2 تطرح منها سي بي 1 هتكونكت مع ايه بقى؟ مع فاي 3. يبقى هنا عندك ماينس سي بي 1 مع فاي 3 وبعد كده طبعا اي مضروبه في فاي 3 وبعد كده ده الترم ده سوري ده ماينس اي على فكره صح؟ ده ماينس اي مضروبه في فاي 3 وبعد كده هتلاقي في عندك الترم ده اللي هو بلس سي بي 1 ده هيكونكت مع فاي 2. في عندك بلس سي بي 1 مع فاي 2 اخر انتري يبقى عندك ماينس اي تايمز فاي 4 وبعد كده بلس سي بي 1 اعتقد تبقى فاي 1 صح كده؟ ما هي ماينس ماينس بلس وبعد كده ده هنضربه هيتضرب في فاي 1 صح كده؟ يبقى الاربعه كابلد ايكويشنز بقى هم ايه؟ ده بيساوي ده وده بيساوي ده وده بيساوي ده وده بيساوي ده صح كده؟ ان فاكت ممكن طبعا احنا هنحتاج نكتبهم برضو لان احنا هنحاول نحلهم يعني.
خلي بالك انا ستيل ما عملتش كوانتايزيشن. انا هعمل كوانتايزيشن لما ابروموت الاي والبي اللي هم الديفرنشال اوبريتورز اللي احنا عارفينهم يعني. فانت هتلاقي المعادلات دي عباره عن كده: اي فاي 1 ماينس سي بي 1 فاي 4 بتساوي ام سي سكوير فاي 1. دي اول معادله صح كده. المعادله الثانيه عباره عن اي فاي 2 ماينس سي بي 1 فاي 3 بتساوي ام سي سكوير فاي 2. ديت المعادله رقم 2. وبعد كده في عندك نيجاتيف اي تايمز فاي 3 بلس سي بي 1 تايمز فاي 2 بتساوي ام سي سكوير تايمز فاي 3. بعد كده ماينس اي فاي 4 بلس سي بي 1 فاي 1 بتساوي ام سي سكوير فاي 4. تمام. دي المعادله رقم 3 ودي المعادله رقم 4 صح. 4 coupled equations لانك انت المعادله الاولانيه ما هياش معادله بس فور فاي 1 اور فاي 2 اور فاي 3 اور فاي 4. لا ده بالعكس ده بيخش فيها فاي 1 وفاي 4 وفاي 1 in very intricate way. Actually لو انت كتبت الفول ايكويشن بقى البارتكل بيتحرك في جنرال دايركشن هتلاقي طبعا ماتش مور كومبليكيتد سيستم، بس هي نفس الفكره. انت دايما عندك اربعه ايكويشنز لانك انت تضرب 4 باي 4 ماتريكس في الليفت هاند سايد في 4 كومبوننت كولوم يديك انذر 4 كومبوننت كولوم. تيكويت الليفت هاند سايد برايت هاند سايد يديك 4 coupled equations. لازم تحلهم مع بعض، لازم عشان تجيب الفاي 1 والفاي 2 والفاي 3 والفاي 4 لازم تحل السيستم ده مع بعض. تمام؟ احنا بقى بندور على ايه في السيستم ده؟ احنا لما اقول احل المعادله انا عايز اجيب ايه؟ فور ا فري بارتكل عايز تجيب الايجن ستيتس وايه تاني؟ والايجن فاليوز. انت عايز تجيب الايجن ستيتس والانرجيز صح كده؟ فيري جود. ممكن امسح ده عشان اعمل كده بقى. طبعا انا اول حاجه طبعا هحول المعادله ديت لديفرنشال ايكويشن، ان انا بقى هعمل الكوانتم ميكانيكال ريبليسمنت ده، ان انا هودي الاي لاي اتش بار بارشال بارشال تي، وبعد كده هودي كل البي 1 ده هيبقى يروح لماينس اي اتش بار. طبعا 1 دايمنشنال بروبلم هتبقى بارشال باي بارشال اكس، مش محتاج اخليها بارشال باي بارشال اكس 1 ولا حاجه. فساعتها بقى هيبقى في عندك اربعه كابلد فيرست اوردر لينير ديفرنشال ايكويشنز صح كده. هم لينير ان هوموجينس كمان، لا سوري هم لينير هوموجينس كل الترمات فيها الفايات. اربعه كابلد فيرست اوردر لينير بارشال ديفرنشال ايكويشنز صح كده. اللي درس الكتروداينامكس قبل كده في اربعه فيرست اوردر لينير بارشال ديفرنشال ايكويشنز مشهورين جدا في الكلاسيكال الكتروداينامكس هم ماكسويل ايكويشنز. انت لو كتبت ماكسويل ايكويشنز اكسبليسيتلي يعني بدل ما تكتب كيرلي اي بتساوي، لا اكتبهم اكسبليسيتلي دلالات اي اكس واي 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 زد. يعني اديك اربعه ايكويشنز كابلد مع بعض عشان تحلهم لازم برضو يو هاف تو سولف ذم توجذر. يعني في اي فيزيكال سيتويشن بيدوك ريزولفز تتفق مع التجربه يعني. تمام. ديبيندينج طبعا على الباوندري كونديشنز اور وات ايفر. اوكي بس فانت يعني الفكره كلها طبعا انا دلوقتي بتكلم على فري ديراك بارتكل، بس لو انت عندك فري بارتكل في الكوانتم ميكانكس انت ممكن تحول التايم. طبعا ديت تايم دي بيسموها تايم ديبندنت ديراك ايكويشن لانها فيها اي اتش بار بارشال بارشال تي، لان كل فاي من دول كل فاي اي من دول هي فانكشن في الار سوري فانكشن في الاكس بقى لانها في 1 دايمنشن وفانكشن في التي صح كده. ما انت دلوقتي لما تعوض عن الاي مثلا هنا باي اتش بار بارشال باي بارشال تي، وهنا تعوض عن ده ببلس اي اتش بار بارشال باي بارشال اكس صح كده. وكذلك في المعادلات الباقيه لما تحل المعادلات ديت هيديك فاي 1 وفاي 2 وفاي 3 وفاي 4 كفانكشن في الاكس والتي، لان هي المعادلات ديفرنشال ايكويشن وذ ريسبكت تو اكس اند تي صح كده. وتلاحظ بقى ان في كل الايكويشنز ديت الاي لينير لينير لينير. فانت عندك فيرست اوردر ايكويشنز دي كانت، وده كان فعلا اكبر موتيفيشن لديراك ان هو عايز يحصل على معادلات فيرست اوردر ان تايم، لان هو كان عارف ان شرودنجر ايكويشن فيرست اوردر ان تايم، فهو عايز يحصل على معادله برضه فيرست اوردر ان تايم يعني، بلس الحته بتاعت البروبابيلتي دنسيتي اللي هنرجع لها ليتر يعني. بس انت دلوقتي انت لو انت عندك فري بارتكل او اكشلي ان جنرال لو انت عندك في كوانتم ميكانكس بوتنشال لا يعتمد على تي، بتعمل سيبريشن اوف فاريبل مشهور جدا، بتحول المعادله من تايم اندبندنت شرودنجر ايكويشن لايه؟ لتايم ديبندنت سوري من تايم ديبندنت ديراك لتايم اندبندنت صح؟ بيزيكلي انك انت بتفترض، لان بص لان التي ديريفاتيف مستقل عن الاكس ديريفاتيف، ما فيش اي ترم بيقابل الاكس مع التي، فانت من البدايه خالص تقول انا هدور على سوليوشن للتايم ديبندنت ديراك ايكويشن بالمنظر ده، ان انا هكتب كل فاي اللي هي فانكشن في الاكس والتي ديت كل فايايا منهم هكتبها كده سام فانكشن في التايم مظبوط كده تايمز انذر فانكشن في السبيس. انا بقى ممكن اسميها ايه؟ انا ممكن اسميها مثلا ليتس كول ات كاي. اوكي زي السبريشن اوف فاريبل اللي انت عملته في شرودنجر بالظبط. تمام
معايا يا جماعه ولا ايه؟ صح كده؟ طبعا الاف اوف تي ديت لازم تبقى ساتش ذات ان الفانكشن ديت هي ايجن فانكشن للانرجي اوبريتور، يعني لازم يطلع لك ان اي اتش بار بارشال باي بارشال تي للفاي اي ديت لازم تكون بتساوي الاي اي او بتساوي الاي تايمز الفاي اي. صح؟ سوري؟ اف اي ديت هنا ليه مش اف اي؟ فيري جود. انا لسه ما اعرفش ايه هي الاي صح كده. انا خلي بالك انا عندي 4 كومبوننت ايكويشنز، هي الاي هتاخد ديفرنت فاليوز فعلا لكل واحده من دول تيرن اوت ان في ديفرنت اف يعني اوكي، بس انا هكتب الاف ان جنرال كده وهكتب الاي ديت كده يعني زي ما بنحل الايجن فاليو بروبلم. انت لما بتحل الايجن فاليو بروبلم كده يعني عندك سام ماتريكس تاكت على كولوم يديك سام ايجن فاليو تاكت على الكولوم. انا مش بسمي الايجن فاليوز لكل كومبوننت سيبريتلي لامدا 1 ولامدا 2 ولامدا 3. انت لما بتحل الايجن فاليو ايكويشن بتلاقي انك انت لكل كورسبوندينج ايجن فيكتور بيطلع ايجن فاليو صح كده، دي نفس القصه. فدلوقتي بقى لو انت عوضت لو انت عوضت ده هنا صح كده يطلع لك ايه بقى؟ طبعا لو انت عوضت الفاي اي من هنا يطلع لك معادله فور اف بس صح، لانك انت الكاي دي هتعدي بره التفاضل وممكن تكنسل الكاي من الطرفين يطلع لك معادله بالمنظر ده اي اتش بار بارشال اف باي بارشال تي بتساوي اي تايمز اف صح كده، اللي هي الحل بتاعها ايه؟ انا ممكن احلل الايكويشن دي بكل سهوله على فكره. طبعا الاف دي فانكشن في التايم بس، فانا ممكن ابدل البارشال ديريفاتيف دي لان خلاص بقى انا عوضت عن الكاي من هنا عن الفاي من هنا سوري، في عندك اف وتايمز كاي اي وهنا برضو كذلك اف تايمز كاي اي صح، بس انا كنسلت الكاي من الطرفين لان خلي بالك الاوبريتور ده مش اكت على الكاي اي لانها فانكشن في الاكس بس يعني صح، فكنسلت الكاي فبقى لي سمبل ديفرنشال ايكويشن للاف ده نفس اللي انت عملته في كوانتم 1 يعني يطلع لك ان الاف بتساوي كام بقى؟ سام كونستانت مش هيهمنا في حاجه، ممكن تكتبه اصلا اف 0 يعني مش هيفرق في اي حاجه، وبعد كده اي تو ذا باور ماينس اي اي تي على اتش بار صح كده؟ كده يا جماعه. فانا دلوقتي بقى عشان اوصل اروح من تايم بص يا جماعه انت في الكوانتم ميكانكس العاديه انت عندك شرودنجر ايكويشن ديت اللي هي اي اتش بار بارشال باي بارشال تي لابساي اكس تي بتساوي ماينس اتش بار سكوير على 2 ام مثلا، وبعد كده دي او بارشال 2 باي بارشال اكس سكوير وبعد كده ابساي اكس تي صح. لما بتروح للتايم independent Schrodinger equation انت بتبدل ال right hand side او left hand side ب e times ايه بقى؟ انت اول حاجه طبعا بتكتب الابساي اكس و تي ديت بتكتبها كده small خلي ديت big ابساي كده بتكتبها function small ابساي function في الاكس times another function في التي، فانت بتحول المعادله ديت لمعادلة بالمنظر ده e times small ابساي اللي هي function في الاكس بتساوي minus h bar square على 2 m partial 2 by partial x square small epsilon function في الاكس صح كده. ده اسمه separation of variables لان المعادله نفسها دي coupled ما فيش اي علاقه بين ال partial derivative with respect to time وال derivative with respect to x. دي تريكة ممكن تحل بيها اي PDE فيها decoupling ده يعني، وده اللي انا عملته على الاربع معادلات يعني. فده الايفكت بتاع ده ان هو هيريبليس كل partial by partial t بالe بالcorresponding e، فديت مش هتبقى operator يعني. بص انا كان المفروض احط هنا ديت هات كده بس عشان يبقى اندرستود ان ده ذاتس ذا ديفرنشال اوبريتور اي اتش بار بارشال بارشال تي، بس لما بعمل السيبريشن اوف فاريبل انت بس بتشيل الهات بتبقى هي ديت الايجن فاليو اي مظبوط كده. ده اللي اسمه ترانزيشن من تايم ديبندنت شرودنجر لتايم اندبندنت او من تايم ديبندنت ديراك لتايم اندبندنت. هو بيزيكلي فيري سمبل تشينج اوف فاريبل، بس الحاجه الصعبه دلوقتي انك انت تعمله سيمالتينيوسلي على اربعه كومبوننتس يعني اوكي. فخلاص ده بقى كده مجرد اي تمام. دلوقتي بقى انت ممكن بقى تحل ايه؟ تحل السيستم ده. عشان تحل السيستم ده احنا محتاجين نجيب الاربعه فايز والاي ديت ايه البوسيبل فاليوز اوف ذا اي؟ ما الاي ديت لسه انون انا ما اعرفهاش تمام. انا دلوقتي بقى هاخد كيس طبعا يو كان سولف ات اكشلي، احنا هاخد كيس دلوقتي ابسط من دي كمان. تفتكر بقى في ايه الابسط من بارتكل بيتحرك في 1 دايمنشن؟ بارتكل مش بيتحرك خالص صح كده، بارتكل اتريست صح كده. طبعا في النون ريلاتيفستك كوانتم ميكانكس لو البارتكل از ات ريست هو الانرجي بتاعته زيرو صح، لانك انت في كوانتم ميكانكس الانرجي هي عباره عن كده اي سكوير على 2 ام
فلو هو اتريست يبقى اصلا مفيش معادله اصلا يعني زيرو بيساوي زيرو يعني. انما في السبيشال ريلاتيفيتي حتى البارتكل هو اتريست ليه ريست ماس انرجي تمام. فاحنا اكشلي هندروب كل الترمات اللي فيها البي 1 ده اللي هو الترم ده والترم ده والترم ده والترم ده, يطلع لك بقى فيري سمبل ايكويشن صح كده. الايكويشن دي عباره عن ايه؟ عباره عن اي فاي 1 بتساوي ام سي سكوير تايمز فاي 1, واي فاي 2 بتساوي ام سي سكوير تايمز فاي 2 صح كده, واي فاي 3 اكشلي فاي 3 فيها ماينس الاي صح مظبوط كده. فيطلع لك بقى ايه, طبعا انت ممكن تجيب الفاي 1 والفاي 2 والفاي 3 لانك انت المعادله بيزيكلي هي عباره عن كده فاي 1 فاي 2. طبعا انا المفروض اسمي الفاي 1 والفاي 2 والفاي 3 دول ايه, دول الكاي 1 والكاي 2 والكاي 3 لما عملت سيبريشن اوف فاريبل صح. انا لما عملت الحته ديت المفروض ابدل البيج ابساي بالسمول ابساي يعني تمام. فليتس كول ات, خلينا برضه نسميها فاي 1 فاي 2 فاي 3 فاي 4 بس هي اندبندنت اوف تايم دلوقتي صح. في عندك معادله بالمنظر ده بتساوي ام سي سكوير وبعد كده فاي 1 فاي 2 فاي 3 فاي 4 صح كده. الماتريكس دي بقى الانتري ساعتها عباره عن ايه, عباره عن اي 0 0 0 0 اي 0 0 0 ماينس اي 0 وبعد كده 0 0 في 0 هنا صح 0 0 ماينس اي صح كده. تبدل بقى الزيرو في الاي صح كده 0 ماينس اي كده. دياجونال ماتريكس الدياجونال اللي ساعتها اي اي ماينس اي ماينس اي صح كده. ديت الايجن فاليو بروبلم بتاعتك اللي انت محتاج تحلها. حد عارف بقى ايه السوليوشن بتاعت الايجن فاليو بروبلم ديت؟ دي اسهل ايجن فاليو بروبلم في الدنيا لانك انت الماتريكس نفسها دياجونال, انت مش محتاج تعمل حاجه. انت محتاج تجيب 4 اندبندنت ايجن فيكتورز لل وكورسبوندنج 4 وكورسبوندنج ايجن فاليوز. الايجن فاليوز ار اكشلي اوبفيوس رايت اواي. الاي بقى ايه البوسيبل فاليوز للاي؟ ام سي سكوير صح كده. الكورسبوندنج ايجن فيكتور ليها اللي هو ايه بقى؟ فاي 1 اللي هو عباره عن كده فاي 1 0 0 0 صح كده. اللي اكشلي ممكن تكتبه كده 1 والفاي 1 ديت مجرد كونستنت بره يعني صح كده. اكشلي الفور اندبندنت ايجن فيكتورز للماتريكس ديت لانها دياجونال هي عباره عن 1 0 0 0 0 1 0 0 و 0 0 1 0 و 0 0 0 1 اللي هي الستاندرد بيزز لانك انت عندك دياجونال ماتريكس. فانت الفور ايجن فيكتورز هم الستاندرد بيزز يعني. فانت تلاقي انك انت اول ستيت او اول كوانتم ستيت هي عباره عن كده the eigen value e بتساوي mc square that's perfect لان احنا عارفين لو particle at rest في ال special relativity لازم ال energy بتاعته mc square صح كده. طيب ال quantum state الثانيه هتلاقي انك انت ال e ممكن بقى نسميها e1 ديت اللي كان بيسالني تمام كده. دي بقى ممكن نسميها e2 برضو بتساوي mc square بس بيكورسبوند ليها حاجه زي كده 0 1 0 0 وهنا ممكن نحط phi 2 لانها ممكن تبقى اي multiple of ده. خلي بالك انت لما بتحل الايجن فاليو بروبلم انت مش بتفكس السكيل بتاع الايجن فيكتور. فانا كتبت الايجن فيكتور ك 0 1 0 0 مضروب في الفاي 2 دي اللي هي كونستنت يعني. طيب الاي 3 بقى بكام؟ بص لو كانت الدنيا لحد هنا ذاتس بيرفكت لان دلوقتي ديراك بيدور على سيستم يديك 2 كوانتم ستيت للالكترون وفعلا طلع لك ان الالكترون الفري الكترون اتريست الانرجي بتاعته ام سي سكوير او ام سي سكوير واحده سبين اب واحده سبين داون تمام. يعني بص على فكره ات ويل تيرن اوت ان ال1 0 ده لما تاكت عليه بالسبين ماتريسيز ده يقول لك ده البارتكل ده فعلا سبين اب وده سبين داون. ذس از بيرفكت لو كنا وقفنا لحد هنا صح كده. المشكله بقى انك انت عندك تو يعني اكزوتيك سوليوشنز جداد اللي هم بقى بيكورسبوندوا لايه؟ بيكورسبوندوا الاي 3 ديت بتساوي ماينس ام سي سكوير بيكورسبوند ليها ايجن فيكتور بالمنظر ده 0 0 1 0 وهنا 5 3 صح كده. وفي انذر ايجن فاليو نفس القصه بتبقى ماينس ام سي سكوير بيكورسبوند ليها ايجن فيكتور كده 0 0 0 1 ده اللي هو 5 4 ده اللي لقاه ديراك واللي سهل جدا تجيبه فور فري بارتكل انك انت بتحل دياجونال ايجن فاليو بروبلم بتلاقي اربعه لينيرلي اندبندنت ايجن فيكتورز والكورسبوندنج ايجن فاليوز ام سي سكوير ذاتس جود فري بارتكل ات ريست انذر ام سي سكوير فري بارتكل ات ريست. المشكله بقى ان يطلع لك في تو اذر سوليوشنز عباره عن ماينس ام سي سكوير وماينس ام سي سكوير. فدي كانت مشكله كبيره للراجل لان هو مش طبعا استحاله يكون بارتكل فري والانرجي بتاعته نيجاتيف يعني صح كده. دازنت ميك اني سنس لان هو فري صح كده. فالانرجي بتاعته لازم تبقى اتليست ام سي سكوير اللي هو ماسيف يعني صح. فطبعا اول حاجه عملها ديراك انه عايز يعمل بقى ايه؟ عايز يعمل فيزيكال انتربريتيشن للتو اكزوتيك سوليوشنز الجداد دول اللي هم
اللي هم they come with a negative mc square. وطبعا بقى ديراك عمل كده يعني very slick argument مشهورة في الاخر خالص, يعني هو made sense of these solutions اللي هي minus mc square و mc square عن طريق حاجة اسمها ديراك سي, يعني هتشوف in the future. بس هي القصة ان هو predicted ان في another particle. يعني بص الفاي الاولاني ده والتاني ده these they represent two quantum states بتاع electron at rest spin up و spin down, that's good. ديراك بقى بعد محاولات كتير قال لك I will interpret the two other solutions دولا على ان هما برضو two quantum states spin up و spin down, بس البارتكل تاني زي الالكترون بالظبط في كل حاجة سماه البوزيترون. اوكي ومش بس كده, ده انت اكشلي بقى لما بتكابل المعادلة ديت للالكتريك فيلد مثلا which you can, ممكن تحط الديراك بارتكل ده في الكتريك فيلد بيزيكلي, بيجيب البوتنشال بتاعه وتحطه في الهاملتونيان, يعني تلاقي ان البارتكل ده التشارج بتاعته غير التشارج بتاع البارتكل ده. فهو الراجل قال لك ان البارتكل ده ليه نفس السبين بتاع الالكترون, نفس سوري نفس الماس ام سي سكوير بس اوبوزيت تشارج, فسماه يعني بوزيترون بوزيتيف تشارج يعني. تمام بوزيترون. الكلام ده كان سنه كام؟ اعتقد الكلام ده كان في اواخر العشرينات 1929 او حاجه زي كده يعني. طبعا كان ساعتها اللي معروف الالكترون والبروتون والنيوترون. باي ذا واي ديراك على فكره ليه برضه هيستوريكال بلاندر في القصه ديت, ان هو في الاول حاول يقول لما عرف ان البارتكل ده ليه بوزيتيف تشارج وسبين هاف, حاول ينتربريت البارتكل ده على ان هو البروتون, لان هو الراجل بيبص على الداتا وعنده الكترون نيجاتيف تشارج سبين هاف, بيبص على بارتكل تاني موجود يكون spin half positive charge ما قاش غير البروتون. بس طبعا البارتكل لازم يبقى ليه نفس الماس زي الالكترون, البروتون ألف مره اكتر من الالكترون او حاجه يعني. فهو ديسكاردد الفكره ديت رايت اواي وقال لك خلاص مفيش حل غير ان يبقى في نيو اليمنتري بارتكل زي الالكترون بالظبط في كل البروبرتيز ما عدا الالكتريك تشارج. ايميديتلي بعد الموضوع ده بحوالي 3 سنين تقريبا 1934 او حاجه, كان اعتقد كارل اندرسون في امريكا كان في ليها كلاود تشامبر ديت, وكان بس بيدرس الكوزميك ريز, فلقى ان في الكلاود تشامبر طبعا هي عباره عن تشامبر في ماجنتيك فيلد في كونس ماجنتيك فيلد. طبعا انت لما تحط تشارج بارتكل في ماجنتيك فيلد بيحصل له بيكيرف كده, لو انت دخلت الكترون على كونس ماجنتيك فيلد طبعا السبيد بتاعته مش هتتغير لان هو الماجنتيك فيلد مش هيعمل ورك على السيستم, بس الدايركشن بس الفلوسيتي هتتغير, الدايركشن هيتغير, فهتلاقي التشارج بارتكل مثلا لو هو نيجاتيف هيروح كده, لو هو بوزيتيف هيروح الناحيه الثانيه. Actually الراديوس اوف كيرفيتشر بتاع الكيرف, يعني انت ممكن تتخيل ان الكيرف ده عباره عن دايره, هو فعلا بيلف في دايره, الراديوس بتاعها بيتناسب مع التشارج والماس بتاع البارتكل. فلو بارتكل اتحرك كده وبارتكل تاني اتحرك كده بنفس الراديوس اوف كيرفيتشر اكيد ليهم نفس الماس واوبوزيت تشارج, يعني حاجه في منتهى السهوله تقدر تقيس بيها التشارج بتاعت الاليمنتري بارتكل يعني. فكارل اندرسون حاطط الكلاود تشامبر بيدرس الكوزميك ريز, شاف الالكترونز طبعا لان احنا وي ار اولويز شاورد باي كوزميك ريز, لا الالكترونز مثلا في ماجنتيك فيلد بتكيرف كده, بس في نفس الوقت لا انذر تراك بنفس الكيرفيتشر بس بيكيرف كده يعني. فلا فده معناه ان ده بارتكل ليه نفس الماس بس اوبوزيت الكتريك تشارج يعني, فكان هو ده اللي هو البوزيترون اللي تنبأ بيه ديراك يعني. اوكي فلازم بقى تصبر لحد السبرينج بتاع رابعه اللي هيكمل السبرينج بتاع رابعه عشان تشوف اللي هو الانتربريتيشن ده اكزاكتلي يعني. اوكي ده بنقضي فيه سمستر نص سمستر بالكامل يعني, ايه اللي هو السوليوشن بتاع ديراك ايكويشن فور طبعا فور ماتش مور كومبليكيتد كيسز يعني, عن اللي هي البارتكل ات ريست, في بقى بارتكل بيتحرك في اي دايركشن, ممكن تحل الديراك ايكويشن للهيدروجين اتوم. بس هي زي ما قلت لك التريكه كلها هنا ان الراجل كان عايز يحصل على معادله لينير ان اي, فالبرايس اللي دفعه ان هو كبر السايز بتاع الويف فانكشن عشان يقدر عشان يقدر يكتب وان سنجل ايكويشن زي ما عملنا على البورد ده, صح كده؟ بس البرايس برضو اللي دفعه ان هو لقى ان في تو اكزوتيك سوليوشنز, صح كده؟ طبعا كان ممكن حد يقول لك طب صوت ما انا هاجنور التو سوليوشنز دول يعني, صح كده؟ بس احنا في الفيزيكس ما ينفعش تيجنور سم سوليوشن للمعادله يعني, خصوصا في كوانتم ميكانكس ان ممكن يحصل كوانتم ترانزيشنز ما بين الستيت ديت والستيت ديت يعني, حتى فور فري بارتكل يعني. فهو بس فهو الحل في الاخر ان هو كان ينتربريت التو ستيتس دول كنيو بارتكل ما كانش ديسكفرد, وطبعا هو كان فيري لاكي ان البارتكل واز ديسكفرد ايميديتلي بعدها بسنتين ثلاثه في اللي هو الكلاود تشامبر يعني. اوكي فدي حاجه يعني
من الحاجات بصراحه اللي هي هيستوريكالي فعلا فيري نايس يعني، انك انت عندك ايكويشن بتحلها وتلاقي الايكويشن دي بتبريدكت نيو فينومينا تمام، وبعد كده تروح اللاب تلاقي الفينومينا ديت موجوده، فده يديك تراست في الايكويشن لحد ما تيجي فينومينا تفايوليت الايكويشن فتقول ان الايكويشن غلط نجيب ايكويشن ثانيه، يعني ده اللي بيسموه العلم يعني، عشان ده مش خرافه تمام. فالفيصل في الفيزيكس دايما اللي هي الاكسبيرمنت، انك انت اللي بيقول لك المعادله صح ولا غلط، هل هي بتتفق مع الاكسبيرمنتال ديتا ولا لا يعني. اوكي يس انك انت اف اكشلي احنا دلوقتي حلينا، مش حلينا طبعا، احنا حلينا ديراك ايكويشن فور بارتكل اتريست، وممكن تحل ديراك ايكويشن فور فري بارتكل بيتحرك في اي دايركشن في اكزاكت سوليوشن، وممكن بقى تضيف انتر اكشنز، ما انت ديراك بارتكل ده في الاخر او الالكترون ده انت محتاج تدرس ديراك بارتكل ده لما يكون مثلا جوه الهيدروجين اتوم اللي هو الالكترون جوه الهيدروجين اتوم، فهو مش هو في عليه انتر اكشن اللي هو الالكتروستاتيك انتر اكشن ما بين الالكترون والبروتون، ده ممكن تعمله وتعامل فعلا والناس حلت معادله ديراك للهيدروجين اتوم اكزاكتلي وبتلاقي السبيكترم اللي هو الانرجي سبيكترم كومبيوتد باي ديراك ثيوري بيكوينسايد مع الاكسبيرمنت تو ا فيري 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 هاي ديجري اوف بريسيجن يعني تمام. اكشلي البريسيجن اللي حسبه ديراك ثيوريتيكالي بتوع الاكسبيرمنت دي كاتش اب ليتر، لان هو يعني كل ما يعملوا ريفاينمنت للسبيكتروسكوب لان هو ستيل كونسيستنت مع ديراك يعني، اكسبت حته بسيطه كده تشوفها في المستقبل يعني اسمها اللامب شيفت يعني. فيري جود. ما هو الفاي 1 والفاي 2 والفاي 3 والفاي 4 لو انت بتتكلم على بارتكل اتريست مثلا هتلاقي انك انت السوليوشن الاولاني الاي بتساوي ام سي سكوير صح كده، واللي هو بيكورسبوند ليه الايجن فيكتور ده فاي 1 0 0 0 صح كده. طبعا لو انت عندك بارتكل اتريست الفاي 1 دي بتعتمد على ايه؟ هي الفاي 1 لا تعتمد على التايم، احنا رحنا التايم اندبندنت ديراك ايكويشن صح كده، بس لو انت البارتكل ده اتريست يبقى الفاي 1 بتعتمد على ايه؟ هل ينفع تعتمد على الاكس؟ ما هو مفيش اي موشن في الاكس بقى صح كده، فالفاي 1 اكشلي از كونستانت هي مجرد رقم تمام. ما هو انت لو البارتكل بيتحرك في 1 دايمنشن يبقى السوليوشن بتاع تايم اندبندنت شرودنجر بيعتمد على الاكس، التي ديبندنس ستاندرد اللي هو اي تو ذا باور ماينس اي اي تي على اتش بار صح كده. فاكشلي الفول سوليوشن بتاعك اللي ممكن تكتبه كده بقى ابساي 1 اكس سوري ابساي 1 تي بقى صح كده، هو عباره عن الفيكتور ده تايمز اي تو ذا باور ماينس اي بقى اي تي على اتش بار صح كده. طيب الاي بقى بكام؟ بام سي سكوير. فانت اول سوليوشن بتاعك اللي هو كده. طيب الفاي 1 ديت مش ممكن تعتمد على الاكس لان البارتكل اتريست يعني، طب اجيب الفاي 1 منين بقى في كوانتم ميكانكس؟ من نورماليزيشن صح كده. فانت برضو اكشلي يو نيد تو نورمالايز ده يعني، النورماليزيشن بي اماونت انك انت تيمبوز ان فاي 1 داجر تايمز فاي 1 ديت تكون بتساوي 1 يعني، فده بيديك الفاي 1 يعني. اوكي لو انت عندك بارتكل برضو بيتحرك في اي دايركشن بتساعدها بقى الفاي 1 والفاي 2 والفاي 3 دول بقى فانكشن في الاكس، برضو تقدر تحسبهم من السوليوشن بتاع الديفرنشال ايكويشنز اب تو ا كونستانت. تفكس الكونستانت ده ازاي؟ بالنورماليزيشن. خلي بالك انت لما بتحل شرودنجر ايكويشن عشان الويف فانكشن الايكويشن نفسها بتفكس الفانكشن اب تو ا كونستانت لانها لينير صح كده. فلما بتحل المعادله ديت يساوي ماينس اتش بار سكوير على 2 ام نابلا سكوير تايمز ابساي بلس اني بوتنشال تايمز ابساي صح كده. ايفن اف يو فاوند ا سوليوشن للمعادله ديت ويز اني باوندري كونديشن تمام، هتلاقي انك انت يو كان ملتيبلاي الابساي باي ا كونستانت صح كده. بتفكس الكونستانت ده ازاي؟ انك انت بتديماند ان الابساي لانها بروبابيلتي امبليتيود انها تبقى نورمالايز. هنا نفس القصه برضو يعني اوكي، بس في كونتكست اعقد شويه لان الويف فانكشن عباره عن فور كومبوننت كولوم يعني اوكي. بس ده طبعا لو عملت نورماليزيشن هيطلع لك ان ديت اكشلي 1 يعني، هي 1 0 0 والكلام ده، بس دي مش فارقه معانا في حاجه في الكورس ده يعني. احنا الفرق معانا دلوقتي بقى اللي هي البروبرتيز بتاعت الديراك ماتريسيز اللي انا كتبتها من شويه دي. فتعالى بقى ندرس اللي هي ديراك ماتريسيز ديت بتفاصيل اكتر، لانها فعلا بتانكود كل الفيزيكال بروبرتيز بتاعه الديراك بارتكل اللي هو الالكترون والانتي بارتكل بتاعه اللي هو البوزيترون ده يعني اوكي. ف
فأنا من شوية كتبت الأربعة ديراك ماتريسيز كان عبارة عن جاما زيرو اللي هي كانت عبارة عن كده 2 by 2 identity matrix 0 0 negative 2 by 2 identity matrix وكان عندك الجاما اي كانت عبارة عن كده 0 وبعد كده سيجما اي نيجاتيف سيجما اي 0 دول كده مع بعض بيسموهم ديراك ماتريسيز يعني طبعا واضح ان هم يعني جنراليزيشن للباولي سبين ماتريسيز اللي هم السيجمات يعني صح كده فيري جود دلوقتي بقى احنا عايزين ندرس احنا دلوقتي بقى كل التاسك بتاعتنا في الكورس ده ان احنا ندرس الماثيماتيكال بروبرتيز بتاعت الجامات دول لما تربحهم يبقى بكام لما الكوميتيشن ريشيوز والانتي كوميتيشنز بكام اند سو اون يعني والتريسز والكلام ده زي ما قلت لك الكلام ده فعلا هو اللي بيقول لك على الفيزيكال بروبرتيز ليتر اون اول حاجه احنا عايزين نجيبها طبعا بص احنا التاسك بتاعتنا ان احنا نحسب الكميه ديت جاما ميو جاما نيو والميو والنيو دول بقى بياخدوا كام الميو والنيو دول بياخدوا 0 1 2 3 لان خلي بالك انا مسمي الجاما دلوقتي جاما 0 وجاما اي وير الاي ديت بتروح من 1 2 3 فانا اكشلي الجاما 0 مع الجاما اي انا مع بعض كده اسميهم جاما ميو اللي هم عباره عن ايه بقى اللي هم عباره عن جاما 0 جاما 1 جاما 2 جاما 3 اكشلي هيستوريكالي كان الناس مسميهم جاما 1 جاما 2 جاما 3 جاما 4 تمام وعلى فكره اللي درس سبيشال ريلاتيفيتي هتلاقي دايما انك انت التايم دايركشن دايما بيسموه الزيرو دايركشن صح كده زمان بقى قبل من كاوسكي كان بيسموه ساعات ال x4 يعني كان بيسموهم x1 x2 x3 x4 احنا دلوقتي بقى بنسميهم x0 x1 x2 x3 هنا نفس القصه برضه يعني خلي بالك ان كل جاما من دول بتتضرب في حاجه يعني جاما 0 بتتضرب في ايه في المعادله المعادله كانت كده عباره عن جاما 0 كان مضروبه في الاي صح كده بس الاي اللي هو كان اي اتش بار بارشال باي بارشال تي صح كده انما السي بي 1 كان مضروبه في الجاما 1 فانت كان عندك معادله بالمنظر ده ماينس اي اتش بار وبعد كده بي 1 اللي هو بارشال باي بارشال اكس 1 بقى صح كده ده مضروب في الجاما 1 صح كده وكذلك برضو اللي هو وطبعا هنا في فاكتور في سي يعني وبعد كده في عندك اي اتش بار وبعد كده بارشال باي بارشال اكس 2 انا ممكن احط الجاما هنا عشان بس ما تقولش ده ديفرنشال اوبريتور بيفاضل كونستانت ماتريكس يعني انا اتس اندرستود انها اكت على ويف فانكشن كمان شويه يعني صح كده فديت جاما 0 اي اتش بار وهنا جاما 0 وهنا برضو بلس اي اتش بار جاما 3 بارشال باي بارشال اكس 3 كل ده اكت على الابساي يديني ام سي سكوير تايمز الابساي مظبوط كده يا جماعه مش دي ديراك ايكويشن اللي كنا كاتبينها من شويه انا بس ريبليس دي البي 1 والبي 2 والبي 3 بالبارشالات انا في كوانتم ميكانكس دلوقتي فهتلاقي بص هتلاقي الجاما 0 بتجو وذ ذا تايم ديريفاتيف صح كده انما الجاما 1 بتجو وذ ذا ديريفاتيف وذ ريسبكت تو اكس 1 اند سو اون يعني تمام فده بس ايه عشان كده احنا نسميهم مع بعض بقى جاما ميو لانك انت في السبيشال ريلاتيفيتي بتلاقي انك كده بتستخدم جريك انديسيز بترام من 0 ل 3 يعني اوكي بص اهم كميه فعلا بتانكود البروبرتي بتاعت الجاماز هي الانتي كوميتيشن ريليشن بتاعتهم والكوميتيتورز بتوعهم برضو بس احنا ليتس كومبيوت الانتي كوميتيشن ريليشن بتاعت الجامات دول مع بعض ليه لان ده فعلا فيري فيري امبورتنت ليتر اون اوكي زي ما حسبنا الانتي كوميتيشن ريليشن بتاعت مين بتاعت السيجمات قبل كده بتاعت الباولي لان احنا كنا عارفينهم اكسبليسيتلي فذاتس اكشلي كان كومبيوت برضو لانك انت عارف الجامات هي ايه صح كده فانت بس هفكرك ان الجاما ميو جاما نيو ده هو تعريفه اللي هو جاما ميو جاما نيو بلس جاما نيو جاما ميو سوري اوكي بص عشان تحسب حاجه زي كده انت بقى ايه خد كل الكيسز مظبوط يعني ايه كل الكيسز يعني اول حاجه احسب جاما 0 مع جاما اي صح كده يعني خد الميوب 0 وخد النيوب اي يعني تمام طبعا انت هتاخد اول حاجه 0 0 وبعد كده 0 اي بس ليتس كومبيوت جاما 0 مع جاما اي او اكشلي ليتس كومبيوت جاما 0 مع جاما 0 انا اسف جاما 0 مع جاما 0 يعني هاخد الميو والنيو ب 0 0 اوكي بس انا قبل ما اعمل كده تتوقع انت عندك كام برودكت من دول كام ما هو الميو بيران على ان جنرال يعني الميو بيران على كام ده بيران على 4 وده بيران على 4 برضه فانت ان جنرال عندك 16 صح كده بس هل هما اندبندنت
يعني بص ال- ال- الشخص ده كده هو في الاول وفي الاخر هو اوبجكت سميه مثلا ام ميو نيو صح، والام 0 0 هي بتجيبها لما تجيب جاما 0 مع جاما 0. فانت ان جنرال انت عندك الميو ده بيران على 4 تشويسز 0 1 2 3 وده بيران على 4 تشويسز 0 1 2 3، بس خلي بالك الجاما الام ميو نيو هو الام نيو ميو صح، لانك انت الكميه ديت ما هي الا برضو جاما نيو جاما ميو صح كده. فانت اكشلي هم مش 16 صح كده، اعتقد هي هي عباره عن سيمتريك 4 باي 4 ماتريكس، فهي اكشلي بتيرن اوت انها تبقى اعتقد 10 كومبوننتس صح. ممكن نعمل كده ممكن اكشلي عشان تحسب الكومبيتيشن. هي دي فكره كويسه جدا ان احنا طبعا كتبنا الجاما 0 ديت كتبناها من شويه على انها عباره عن سيجما 3 صح كده، دايركت برودكت مع ال 2 باي 2 ايدنتي ماتريكس صح كده، وكذلك برضو الجاما اي ممكن تكتبها كدايركت برودكت عن طريق ماتريكس ثانيه. ازاي بقى؟ انت اكشلي ممكن تكتب الجاما ايز دول، كل الجاما ايز دول ممكن تكتبهم كده، ممكن تكتبهم سم نيو ماتريكس جاما دايركت برودكت مع السيجما اي. حد شايف يا جماعه الجاما ديت ممكن لازم تبقى ايه عشان تديني ده؟ لازم تبقى الجاما دي تبقى بكام؟ يعني عشان الديفينيشن ده يديني الحته ديت، تتوقع الجاما دي تبقى بكام؟ ما انت بص انت تضرب الجاما في السيجما اي فتحصل على سيجما اي هنا مضروبه في 1 ونيجاتيف سيجما، وسيجما اي هنا مضروبه في ماينس 1، فهتلاقي ان الجاما هي عباره عن 0 1 ماينس 1 0 صح. باستخدام بقى ده مع ده يو كان كومبيوت الحاجات ديت اكشلي من غير ما تعمل اللي انا هعمله ده يعني تمام. فده بقى ايه ممكن تعمله انت كاكسرسايز دي او نيجاتيف اي سيجما 2 نفس القصه يعني عشان احنا عارفين البروبابيلتي بتاعت سيجما 2 يعني انت ممكن هو برضو عنده فكره كويسه بيقول انا ممكن اكتب الجاما ديت كانها نيجاتيف اي تايمز سيجما 2 صح كده. فانت هنا يبقى ديت كده ممكن تطلع النيجاتيف اي بره وديت سيجما 2 صح، فده هيسهل لي كتير جدا لما اضرب الحاجات في بعضها واستخدم البروبابيلتي بتاعت الدايركت برودكت زي ما قلنا المره اللي فاتت او اللي هو حل الاساينمنت الاخيره ديت تمام. بس انا مش هعمل كده، انا هحسب فعلا البرودكتس ديت اكسبليسيتلي يعني باي بروت فورس اوكي جود. تعالى اول حاجه نجيب الجاما 0 مع الجاما 0. الجاما 0 مع الجاما 0 ده عباره عن ايه؟ لو انا فكيته اكسبليسيتلي هو عباره عن جاما 0 في جاما 0 بلس جاما 0 في جاما 0، فده عباره عن 2 ايه جاما 0 الكل سكوير صح كده. يبقى انا بيزيكلي عايز اجيب الجاما 0 الكل سكوير. لو انت بصيت على الماتريكس ديت لو ضربت الجاما 0 في الجاما 0 هتديك كام؟ يعني دي ممكن نحسبها على فكره. لو جبت الجاما 0 سكوير ده بيساوي اي 2 0 0 نيجاتيف اي 2 ده مضروب برضو في اي 2 0 0 نيجاتيف اي 2 هي اكشلي اتس تريفيالي اوبفيوس انها اي 4 صح كده، لان ده في ده باي 2 صح، وبعد كده 0 0 وبعد كده نيجاتيف اي 2 في نيجاتيف اي 2 باي 2 صح، فده اللي احنا هنسميه اي 4 صح. فدي اول برودكت ده بيساوي 2 تايمز الاي 4 مظبوط كده يا جماعه؟ فيري جود. الحاجه الثانيه بقى اللي انت محتاج تحسبها مثلا محتاج تحسب مثلا ليتس كومبيوت الجاما 0 مع كل جاما اي صح. For this calculation انا هستخدم الجاما 0 ديت والجاما اي ديت صح؟ طبعا ده هيساوي جاما 0 جاما اي بلس جاما اي جاما 0 ده هيساوي كده جاما 0 اللي هي 1 0 0 نيجاتيف 1 طبعا 2 2 تايمز جاما اي اللي هي 0 سيجما اي وهنا نيجاتيف سيجما اي 0. لو حسبت الترم ده هيطلع لك بكام بقى؟ 0 بعد كده سيجما اي سوري لو ضربت ده في ده هيديني 0 لو ضربت ده في ده هيديني سيجما اي لو ضربت ده في ده هيديني بلس سيجما اي صح كده. انا بضرب ده في ده وبعد كده الترم الاخير ده 0 مظبوط كده. ده عايز اجمع عليه جاما اي تايمز جاما 0 اللي هي ديت تايمز دي تمام. لو عملتها تلاقيها نيجاتيف دي اوكي ممكن نحسبها يعني اللي هتبقى عباره عن كده يعني 0 سيجما اي نيجاتيف سيجما اي
0 ديت مضروبه في اي 2 0 0 ونيجاتيف اي 2. لو عملت الكالكوليشن ده بص هتلاقي 0 سيجما اي ده يديك 0 وبعد كده 0 سيجما اي في ده يديك نيجاتيف سيجما اي صح كده، وبعد كده ده في ده يديك برضو نيجاتيف سيجما اي وبعد كده 0 يعني. فلما تجمعهم على بعض تحصل على 0 يعني صح. اذا جاما 0 مع الجاما اي بتساوي كام؟ بتساوي 0 صح كده. وطبعا وكذلك جاما اي مع جاما 0 لان هم نفس الحاجه مظبوط. الحاجه الوحيده اللي باقيه هي ايه بقى؟ الجاما اي مع الجاما جي بقى صح كده، مع انذر جاما جي صح. جاما 1 مع جاما 2 جاما 2 مع جاما 3 فانا استخدم جاما اي مع جاما جي. فانا دلوقتي عايز اجيب الجاما اي مع الجاما جي، وطبعا الاي والجي بياخدوا 1 2 3 ديت اللي هي اللاتين انديسيز بتروح من 1 2 ل 3 تمام. فده هيساوي ايه بقى؟ ده هيساوي ده في جاما جي يعني هيساوي حاجه زي كده 0 سيجما اي نيجاتيف سيجما اي 0 ده مضروب في ايه بقى؟ 0 سيجما جي نيجاتيف سيجما جي 0 وبعد كده اجمعه على العكس يعني. تعال نحسب الترم ده الاول، لو حسبت الترم ده الاول بلس طبعا انا هكتب كده بلس الاي تتبدل مع الجي يعني اوكي. لو حسبت الترم ده هيطلع لك كده طبعا 0 وبعد كده عندك نيجاتيف سيجما اي سيجما جي. فانت عندك كده نيجاتيف سيجما اي سيجما جي ده اول ترم على الدياجونال، وبعد كده ده في ده هيديك 0 صح، وبعد كده ده في ده هيديني 0 وبعد كده الترم الاخير في ده هيديني برضو نيجاتيف سيجما اي سيجما جي. ده الترم الاولاني. حد شايف الترم الثاني يبقى عباره عن ايه؟ انا هجمع ده على ايه بقى؟ هي نفس الماتريكس بس هتسوى بالاي مع الجي صح كده؟ اه. فانت الترم الثاني برضو نفس القصه، يبقى ماينس سيجما جي سيجما اي وبعد كده 0 0 ماينس سيجما جي سيجما اي صح؟ يبقى ديت مع ديت ما هي الا بيج ماتريكس كده صح؟ خد الماينس ساين بره يبقى لك ايه بقى هنا؟ الانتي كومبيوتر بتاع سيجما اي مع سيجما جي صح كده؟ فهنا يطلع لك سيجما اي اللي هو بقى لك سيجما اي سيجما جي بلس سيجما جي سيجما اي اللي احنا مسمينه الانتي كومبيوتر بتاعهم يعني. وده 0 وده 0 وده برضو السيجما اي مع السيجما جي، بس انا اصلا عارف ايه هو ده صح كده؟ طبعا الانتي كومبيوتر بتاع السيجما اي مع السيجما جي هو 2 دلتا اي جي ال 2 باي 2 ايدنتي. ريمبر ان الانتي كوميتيتور بتاع السيجما اي مع السيجما جي هو عباره عن 2 دلتا اي جي وبعد كده 2 باي 2 ايدنتي ماتريكس يعني. فانت هتلاقي انك انت الجاما اي مع الجاما جي هي عباره عن ماتريكس، هناخد ال 2 بره ادي ال 2 اهي وناخد الدلتا اي جي ده بره ويبقى لك ماتريكس عباره عن كده 2 باي 2 ايدنتي هنا و0 و0 و2 باي 2 ايدنتي هنا اكسبت ايه بقى؟ ان في اوفرول ماينس ساين بره اصلا يعني. مظبوط كده يا جماعه؟ انا بس بدلت الحته ديت ب 2 دلتا اي جي وبعد كده 2 باي 2 ايدنتي ماتريكس، وهنا برضو 2 دلتا اي جي وبعد كده 2 باي 2 ايدنتي ماتريكس. خدت ال 2 دلتا اي جي بره الماتريكس ديت لانها دي اللي بتقول لك كل مره البرودكت ده بيساوي كام، وبقى لك 2 باي 2 ايدنتي 2 باي 2 ايدنتي صح كده اللي ده، فده بيساوي نيجاتيف 2 دلتا اي جي الايه بقى؟ ال 4 باي 4 ايدنتي. مظبوط كده؟ يا بص انا دلوقتي عرفت كل حاجه، عرفت الجاما 0 مع الجاما 0، الجاما 0 مع الجاما اي، والجاما اي مع الجاما جي، ذاتس اول ذا بوسيبل برودكتس اكشلي. ثواني بقى انا هكتب بقى كل البرودكتس ديت بطريقه نيت عن طريق سيمبل تاني معروف جدا في الريلاتيفستك فيزيكس هو جنراليزيشن للدلتا ده. بص خليك فاكر احنا عملنا كده انك انت جبنا جاما 0 مع الجاما 0 ده بيساوي 2 تايمز اللي هي ال 4 باي 4 ماتريكس صح كده؟ وبعد كده الجاما 0 مع الجاما اي ده بيساوي 0 وبعد كده الجاما اي مع الجاما جي ده بيساوي ماينس 2 دلتا اي جي ال 4 باي 4 ماتريكس صح كده يا جماعه؟ البروف بتاع الحاجات ديت هو بروت فورس، ان انت عارف الجامات دول وبتضربهم يعني مفيش فيها اي تركه يعني صح كده. دلوقتي بقى احنا عايزين بقى اكشلي نكتب الاربعه او الثلاثه ريليشنز دي كلها بدلاله سيمبل واحد. حد عنده اي اقتراحات؟ يا بص انت هتلاحظ حاجه انك انت 0 0 يديك بلس بلس
انما لو اي اي يديك ماينس، انما زيرو مع اي حاجه مع اي يديك زيرو. فانت عايز برضو سم سيمبل يبقى ما فيش عليه اي اوف دياجونال تيرمز، صح؟ فايه بقى؟ بص انا بقى عايز اكتب جاما ميو مع جاما نيو، ده بيساوي ده. في بقى في حاجه اسمها المينكاوسكي متريك اللي هو بيسموه ايتا ميو نيو، ده بيساوي ايه بقى؟ ده بيساوي، بص ده بيساوي 1 لو الميو بتساوي النيو بتساوي الزيرو، صح كده؟ وبيساوي زيرو اني تايم الميو لا تساوي النيو، وبيساوي نيجاتيف 1 لو ايه بقى؟ لو الميو بتساوي النيو بتساوي ايه بقى؟ بتساوي 1 او 2 او 3، تمام؟ اللي هو بيسموه اللي هي بيساوي اي او جي، يعني بيساوي 1 او 2 او 3، تمام؟ لو مش عارفه انا عرفت زي كرونيكر دلتا. الكرونيكر دلتا هو دلتا اي جي بيساوي 1 لو الاي بتساوي الجي وزيرو لو الاي لا تساوي الجي، صح؟ انا ممكن اعمل اعرف سيمبل جديد يبسط لي الدنيا. انا دلوقتي بقى عرفت انذر سيمبل بيسموه المينكاوسكي متريك لانه مشهور جدا في السبيشال ريلاتيفيتي، يعني هو عباره عن كده اللي هو بيساوي 1 لو الميو بتساوي نيو بتساوي زيرو. ليه؟ لان انا عايز اريكفر ديت، صح كده؟ وبيساوي نيجاتيف 1 لو الميو بتساوي نيو بتساوي 1 او 2 او 3 عشان انا عايز اريكفر ديت، صح كده؟ لان خلي بالك المعادله دي الاي والجي بياخدوا 1 2 3، صح؟ خلي بالك لو الاي لا تساوي الجي يبقى انت الرايت هاند سايد بيساوي كام؟ بيساوي زيرو، which is good لانك انت لو الميو لا تساوي نيو انت عندك فعلا زيرو، صح كده؟ فانت كل المعادلات دي ممكن تكتبها اكشلي كده 2 2 ايه بقى؟ ها؟ ايتا ميو نيو تايمز ايه بقى؟ تايمز ال 4 باي 4 ايدنتي ماتريكس ديت، يعني واضح انها فعلا جنراليزيشن من الباولي الجبرا اللي هو ده. بص سيجما اي سيجما جي 2 دلتا اي جي 2 باي 2 ماتريكس باولي نون ريلاتيفستك سبين، ديراك جاما ميو جاما نيو 2 ايتا ميو نيو 4 باي 4 ماتريكس. يعني انا مش عارف اذا كنت انت في المودرن فيزيكس او في السبيشال ريلاتيفيتي خدت الاوبجكت ده ولا لا. الاوبجكت ده بيظهر دايما في حاجه اسمها الانفاريانت انترفال، انك انت في السبيشال ريلاتيفيتي ايه هي الانفاريانت انترفال ما بين تو ايفنتس؟ اللي هي سي دي تي سكوير ماينس دي اكس سكوير ماينس دي واي سكوير ماينس دي زي سكوير، صح كده؟ الانفاريانت انترفال في السبيشال ريلاتيفيتي اللي هي كده بتساوي سي سكوير دي تي سكوير ماينس طبعا دي اكس 1 انا اسمي الاكس والواي والزد هسميهم اكس 1 واكس 2 واكس 3 ماينس دي اكس 1 سكوير بلس دي اكس 2 سكوير بلس دي اكس 3 سكوير، صح كده؟ اللي هي لو انت عرفت يعني بص انا ممكن اكتبها كده، يعني ممكن نخليها ما تخليهاش ديفرنشال مش هتفرق في اي حاجه حاليا، يعني خليها اكس 1 سكوير اكس 2 سكوير اكس 3 سكوير وسمي ديت اللي هي الانترفال سكوير ما بين تو ايفنتس الايفنت 0 0 0 والايفنت تي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 اكشلي سمي التي ديت اكس 0. مظبوط يا جماعه؟ يبقى انا عندي تو ايفنتس. الايفنت الاولاني هنسميه مثلا اي 1 هو ايفنت في السبيس تايم، فانت لازم تديني اربع ارقام. انا هختار ان الايفنت ده عند اللحظه 0 وعند النقطه 0 0 0. ممكن مثلا دلوقتي اسميها النقطه اللحظه 0 وبعد كده عند النقطه دي اسميها برده 0 0 0. مثلا ليتس سي ان انا مثلا ايميتد ا فلاش اوف لايت، وبعد كده في انذر ايفنت بقى اي 2 هو عند انذر بقى جنرال مومنت اوف تايم هنسميها سي سي تي، صح كده؟ بس احنا مسمين التي السي تي دي هنسميها اكس 0 سوري. بص يا جماعه ده انت عندك هنا سي سكوير تي سكوير، صح كده؟ انا هعرف فاريبل جديد اكس 0 هو عباره عن السي تي، مظبوط كده؟ فانت الكميه دي هتبقى كده عباره عن اكس 0 الكل سكوير. اوكي؟ في اي مشكله لحد دلوقتي؟ يو كان طبعا ممكن تثبت ان ده انفاريانت اندر لورنس، ان ذا سنس انك انت لو عملت لورنس ترانسفورميشن لتي برايم اكس 1 برايم اكس 2 برايم اكس 3 برايم هتلاقي الكميه دي مش هتتغير، شكلها مش هتتغير، صح كده؟ الايفنت الثاني بقى يبقى في عندي عند النقطه سي تي وبعد كده عند النقطه اكس 1 اكس 2 اكس 3. انا ايميتد الفلاش عند اللحظه ديت النقطه ديت وبعد كده الفلاش ديت هيت الوول ده مثلا عند النقطه سي تايمز 1 سكند مثلا النقطه ديت مثلا ليتس اسيوم انها 1 2 3 كوردينت ساعتها، صح؟ تو ايفنتس الديستنس ما بينهم في المينكاوسكي الديستنس ما بين تو ايفنتس في السبيشال ريلاتيفيتي عباره عن كده، صح؟ دلوقتي بقى في السبيشال ريلاتيفيتي اكشلي يو كان ديفاين
حاجه اسمها الفور فيكتور اللي هو اكس ميو ده اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن كولوم فيكتور ليه اربعه كومبوننتس اللي هي كده اللي هي اكس 0 اكس 1 اكس 2 اكس 3 صح كده؟ دلوقتي بقى وي وود لاف ان احنا نكتب الكميه ديت على انها لينث بتاع فيكتور لانك انت اللينث انفاريانت صح؟ فانت هتلاحظ ان الكميه اس سكوير ديت ما ينفعش تكتبها كده على فكره. طبعا لو انت بتتكلم في السبيس العادي اللي هو ار 3 اللينث بتاع اي فيكتور بيساوي كام؟ اللينث بتاع اي فيكتور بيبقى كده صام على الاي من 1 ل 3 وبعد كده اكس اي اكس اي اللينث سكوير يعني صح؟ انما في السبيشال ريلاتيفيتي لو انت حاولت تجرب ديت انت اوف باي ماينس ساينز لانك انت الكميه ديت هي عباره عن ايه؟ اكس 0 سكوير بلس اكس 1 سكوير بلس اكس 2 سكوير بلس اكس 3 سكوير بس انت هنا عندك اوفرول ماينس ساين صح؟ فانت عايز تفكس الكلام ده صح؟ فانت بتفكس الكلام ده وانت تعمل كده. هي طبعا الانديسيز اب اند داون ديت مفيش فيها اي مشكله يعني ليتس اجنور الحته ديت. هو ايتا ميو نيو داون هو ده برضو هو الراجل ده يعني مش اي اختلاف يعني. فبص هتلاقي انك انت بقى اف يو اكسباند ده وخدت انتو اكاونت ان الايتا ميو نيو هو برضو ده. بص يا جماعه الايتا ميو نيو برضو هو التو انديسيز لورد يعني اوكي. لو انت اكسباند ده واستخدمت ما انت بقى اكتب لما تكسباند الكلام ده انت عايز تكتب كل البوسيبل فاليوز الميو نيو بس الايتا ميو نيو اصلا دايجونال يعني لو الميو لا تساوي نيو ده بصفر فانت اللي هيسرفايف عندك في السميشن هو ايه؟ اللي هو لما يكون الميو بتساوي نيو فيبقى في عندك حاجه زي كده اكس 0 اكس 0 وبعد كده ايه بقى؟ ايتا ايتا 0 0 يعني صح؟ مظبوط يا جماعه؟ وبعد كده ايه؟ اكس 1 1 اكس 1 اكس 1 وبعد كده ايتا 1 1 صح كده؟ وكذلك بعد كده اكس 2 اكس 2 وبعد كده ايتا 2 2 وبعد كده اكس 3 اكس 3 ايتا 3 3 استحاله يظهر عندك اكس 0 اكس 1 ايتا 0 1 لان انا الايتا ده انا معرفه ان هو بيفانش لو التو انديسيز ار ديفرنت يعني زي كرونيكر دلتا بالظبط. دلوقتي بقى لو عوضت عن الايتا 0 0 ب 1 يطلع لك ده كام؟ ده اكس 0 سكوير صح؟ انما الايتا 1 1 بكام؟ بنيجاتيف 1 فيطلع لك ده ماينس اكس 1 سكوير بلس اكس 2 سكوير بلس اكس 3 سكوير. اذا لو انت عايز تكتب الانفاريانت انترفال في السبيشال ريلاتيفيتي كدوت برودكت بين تو فيكتورز تو فور فيكتورز يو ويل هاف تو انتروديوس الاوبجكت ده زي في على فكره في الروتيشن اندر روتيشن انت ممكن تكتب سوري ان ار 3 انت ممكن تكتب اللينث سكوير بتاع اي فيكتور كده صح وتسام على الاي والجي مظبوط كده لانك انت لما بتعمل السميشن ده هتلاقي انك انت الكرونيكر دلتا هيفورس الاي تساوي الجي. انا طبعا كتبتها بالطريقه ديت بس عشان ايه اقول لك انك انت لما بتروح من الار 3 اللي هو البوينتس فيه ليبلد باي اكس 1 اكس 2 اكس 3 للمنكاوسكي سبيس تايم اللي هو السبيشال ريلاتيفيتي البوينتس فيه ليبلد باي اكس 0 اللي هي السي تي اكس 1 اكس 2 اكس 3 الكرونيكر دلتا ده بيبقى ريبليسد باي ايه؟ بالايتا ميو نيو لانك انت يو هاف تو تيك كير اوف ذيس ماينس ساين صح كده؟ فبتنتروديوس النيو ده بيسموه المنكاوسكي متريك لان ده بيديك المتريك لان هو بيديك بيقول لك ازاي تقيس الديستنس ما بين بوينتس في السبيشال ريلاتيفيتي زي ما الكرونيكر دلتا بيقول لك ازاي تقيس الديستنس ما بين بوينتس في الار 3 انك انت الديستنس ما بين تو بوينتس الديستنس سكوير هي عباره عن اكس 1 سكوير بلس اكس 2 سكوير بلس اكس 3 سكوير تمام. في السبيشال ريلاتيفيتي الديستنس ما بين تو ايفنتس هي كده صح. فايتس نوت سربرايزنج انك انت لما رحت ريلاتيفستيك فورميليشن اوف كوانتم ميكانكس الكرونيكر دلتا ده ريبليسد باي حاجه ريلاتيفستيك يعني اللي هو المنكاوسكي يعني اوكي. طبعا هي مش اوبفيس قوي ازاي يعني احنا انا اي انتروديوس المنكاوسكي هنا كهو كمجرد سمارت واي اوف انكودنج الثلاثه ايكويشنز دول يعني صح. سوري هو ممكن تكتبه كماتريكس بس انت خلي بالك في المعادله ديت الايتا ده هو مجرد نمبرز انت كل مره عايز تقول لي الميو بكام والنيو بكام انا اقدر اريد اوف الرايت هاند سايد. اوعى تكونفيوز الايتا ديت مع الميتريسيز دول مظبوط كده يا جماعه. الايتا ده مجرد بس هو طريقه زي الدلتا هنا ان انت مثلا قلت لي الميو مثلا بواحد والنيو باتنين يبقى الرايت هاند سايد بكام؟ بزيرو لان الميو لا تساوي نيو. لو الميو مثلا بواحد والنيو بواحد يبقى ده بكام؟ نيجاتيف 2 ال 4 باي 4 ايدنتي ماتريكس. فانت ده مجرد بس كده كاونتر يقول لك البرودكت دي بتساوي كام؟ مظبوط كده؟ انما الماتريسيز هم دول ديت 4 باي 4 ماتريكس 4 باي 4 ماتريكس بتساوي سم نمبر انا ما اعرفوش
على فكره ده نمبر فور افري ميو ان يو دايما ده مجرد رقم يا اما 0 يا اما 1 يا اما ماينس 1 صح كده مضروب في 4 باي 4 ماتريكس دي على فكره حاجه بتلخبط الناس زي ما يا جماعه ان ذس از اولويز ا نمبر 0 1 ماينس 1 تعرفوا ازاي انك تقول الميو نيو كام لو هما 0 0 يبقى ده 1 لو هما زي بعض واحد او اثنين او ثلاثة يبقى هم ماينس وان لو هما مختلفين عن بعض يبقى بزيرو يعني اوكي ده كده بقى طبعا ده كانوا بيسموه الباولي الجبرا ده اكيد هيسموه ايه على الراجل اللي اكتشفه يعني تمام فده بيسموه ديراك الجبرا وطبعا دي بيسموها ديراك ماتريسيز زي ما احنا قلنا يعني تمام اهم حاجة في الشابتر ده مش اهم حاجة طبعا اعتقد من وجهة نظري اصعب حاجة في الشابتر ده هي انك انت دايجست فعلا او زي ما قلت لك اوفركم السايكولوجيكال بارير بتاع انك انت بين يوم وليله بتتعامل مع بدل ما كنت تتعامل مع شرودنجر ايكويشن في بوكس تتعامل مع 4 باي 4 ماتريكس ايكويشن تديك اربعه كابلد ايكويشنز والكلام ده كله ذاتس اوكي لو مش فاهمه قوي دلوقتي ككوانتم ميكانكس هاويفر اللي محتاج تفهمه الماتريسيز اللي بتخش في الايكويشنز دي اللي هم الجماد بيحققوا انهي ريليشنز اهم ريليشن بالنسبه لنا اللي هو الانتي كوميتيشن ريليشنز دي وممكن تحسب الكوميتيتورز على فكره ودي ار امبورتنت وتحسبهم ازاي من الاكسبليسيت فورم اوف ذا جاماز صح كده ذاتس انذر تاسك انما ذا انتي كوميتيتور از فيري سمبل اتس اكشلي ريتن داون ان ذس كومباكت فورم يعني اوكي ماشي هناخد بريك وبعد كده ممكن بقى اشرح ديراك ايكويشن بطريقه ثانيه يعني